الأهلي يهزم الداخلية 2-1 بأقل مجهود ليزحف نحو القمة ويتقدم للمركز الثاني. كابتن ماهر مبروك فوز صعب. صعب. فوز صعب جدا. حقيقي يعني، لكن زي ما احنا قلنا في أول البرنامج إن أهداف النادي الأهلي إن هو الثلاث نقاط، يمكن أسامة وكباتن اتكلموا على كمان الأداء. احنا لسه ما وصلناش للاداء اللي هو يرتقي بينا ويرتقي باداء لعبتنا المميزه اللي احنا شفناها النهارده، لكن هو ده حلاوه الدوري العام انك انت كل ثلاث ايام برضك بيبقى حمل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. لكن الهدف اللي احنا عايزين نوصل له هو ان شاء الله كل المؤجلات حتى المباريات اللي هي في ميعادها محتاجين ثلاث نقاط بشكل كبير. الأداء اختلف. يعني بداية المباراة كانت مبشرة إن احنا هنشوف، أجمعنا كلنا إن طبعا التشكيلة واللي بيلعب بيها مستر كولر التغيرات اللي عملها خصوصا في الحتة القدمانية، إن عندك لعيبة كورة حسين الشحات وكهربا ورضا سليم، واللي جاي بيساند من تحت برضك أفشة وإمام عاشور، ودي أول مرة بنشوف الاتنين موجودين بصفة أساسية من بداية المباراة. يعني اتكلمنا على إن هتبقى في كورة حلوة، كورة فيها تكتيكية، كورة فيها أداء مميز للعيبة النادي الأهلي، وده اللي ظهر في النص ساعة الأولى. الجمل التكتيكيه اللي اتعملت من عمق او من الاطراف كلها كانت مثمره، لكن الاتقان في الاخر دايما ما كانتش في ايجابيه على المرمى بشكل كبير. لكن الهدف اللي احنا جبناه الهدف الاولاني كان هدف مميز، اسيست جميل جدا من كهربا سندها بشكل مميز بامتصاص بالصدر لقفشه اللي هو قدر يصلح لنفسه، تصويبه جميله ما شافهاش الجول طبعا، هدف جميل. لكن رجع الداخليه لم صفوفه مره ثانيه، خطوطه مره ثانيه، ويمكن المره الوحيده امن اللي وصلوا لمصطفى شوبير الكورس العرضي اللي اتعمل في الدقيقه 43 عشان نشوف اندفاع او تهور من يمكن من ياسر على مهاجمي او مهاجم الداخليه اثمرت على ضربه جزاء. خرج الشوط الاولاني 1-1، لكن التعديلات اللي حصل بقى في الشوط الثاني، واحنا كلنا قلنا ان لعيبه النادي الاهلي هيبقى عندها دوافع، الروح هتبقى موجوده، الاصرار على المكسب هيبقى موجود، ما ينفعش نتيجه المباراه تبقى بهذا الشكل، خصوصا ان احنا شفنا الضعف اللي موجود عليه فريق الداخليه. وحاجه غريبه جدا النهارده الداخليه بيلعب النادي الاهلي جيم مفتوح من بدايه المباراه. لا عادي هو بيعمل كده يعني، فدي حاجه برضك من ضمن الحاجات اللي صحيح كانت مهمه على لعيبه النادي الاهلي انه يثمرها بشكل جيد. لكن التغييرات اللي عملها مستر كولر في الشوط الثاني معظمها هجوميه يا ايمن، لان انت نتيجه المباراه 1-1 كلنا حتى احنا موجودين في الاستوديو التحليلي حتى جماهير النادي الاهلي قالت لك يبقى الشوط الثاني مستر كولر هيفاجئنا بتغييرات هجوميه عشان نعدل النتيجه، وده اللي حصل. هدف السوليه من الاهداف الجيده طبعا صعب. كابتن انا عايز اقول لك حاجه، ناقص لي ساعتين الا ربع لسه. اتفضل يا كابتن. كابتن شريف مبروك. عايز اسالك سؤال بس، هو الهدف المبكر اللي في الدقيقه 18 بتاع قفشه اثر على اداء لعيبه النادي الاهلي بدري؟ بقول لك ايه؟ الهدف ده هدف مهاري كويس، واستغلال لاحد انا بتكلم الكرات الفرديه تبعات الهدف. انا بقول لك استغلال لاحد الكرات الفرديه. مظبوط. ولكن اللي حصل واحنا شفناه ده خارج عن نطاق اللاعبين كلها. ده واضح ان اللعيبه اجهاد؟ يعني ده مش الوحيد فيهم اللي هو خد احسن لاعب، لانه الوحيد فيهم اللي عنده حيويه وبيجري، ودي طبيعه شغله وطبيعه عمله وطبيعه ادائه. لو تفتكر مجدي عبد الغني زمان كان على طول بنفس المجهود ده وبنفس التحركات دي، وده عشان كده فضل يلعب لغايه اما وصل لمكانته في المنتخب. فهو تعب وارهاق اللي احنا شايفينه ده، انت احرزت هدف، ولكن احنا قاعدين نقول تفضل كده من وانت بتتفرج تحس ان اللعيبه مستسهله. لا، هي اللعيبه طلعت مش مستسهله. حتى اللي نزلوا كمان في حاله اجهاد، وفي حاله احنا عايزين الكره تمشي معانا عشان احنا تعبانين. يعني انا تعبان في الملعب فمش قادر ادوس في اثنين ثلاثه وارجع اعمل الكاب باك وارجع تاني، لا انا تعبان. انا يعني
بقالي ايه 9 ايام لعب 3 ماتشات مش كده؟ ده طبيعي جدا. انا ما وديش على فكره عذار الراجل بتاع عمال الترحيل فاكره؟ ايوه اللي كلمك ده؟ لا احنا عمال ترحيل بنطلع من العماره دي نخش العماره دي نطلع من العماره دي نبني في العماره دي وهنفضل كده لغايه ما نخلص المؤجلات بتاعتنا. وعندك مباراه مهمه جدا الماتش الجاي مش سهل يعني ده مباراه قمه بعيد عن الدوري دي ده دوري لوحده. ف سؤالك ليه اللي هو احساسنا هنكسب في اي وقت؟ احنا عايزين بعد الجول احنا عايزين نكسب في اي وقت ولكن احنا مش قادرين. كل تلاقي فرقتنا راحت كلها سايبه اكرم في نص الملعب وكلها وقفت على خط ال 18 مستنيه الكره بتاع يمكن حيالله قفشه هو اللي بياخد الناحيه اليمين شويه ويتطرف ويبقى عايز يعمل العرضيه اللي هي عملها في ماتش الزمالك قبل كده وعملها في كل المباريات واسلوب ادائه ومميزاته الحقيقه رؤيه اي لعيب بيقطع من الناحيه الثانيه يقدر يعملها له ايام ما كان امام عاشور بيجي من ناحيه الشمال كان بيحطها له يعني. انما انا شايف ان اللعيبه تعبانه لعيبه مرهقه جدا. الارهاق ده بيودينا فين يا ايمن؟ بنبقى التركيز مفيش اول ما بيحل عليك التعب التركيز بيقل التركيز والحركه بعتمد على غيري يعني انا قاعد دلوقتي مش في الفورم معاك في البتاع بعتمد على ان ماهر يقول كلمتين حلوين اخد منه عادل يقول فكره لو مش مركز لو الدنيا مش مركزه فهمتني؟ فهو التعب لما بيحل بيحل على التركيز وبيحل على التصرفات وبيحل على كل حاجه. من الشكاوتنج اللي عندك اللي هم قاعدين بره اللي ينزل وعنده موهبه تصويب او حاجه تخلص مباراه وده اللي كنا بنقول عليه وغير ما اطول عليك اي واحد عنده مهمه واحده وكوره واحده في كل اللي بيلعبوا دول يخلصوا لك المشكله. والحمد لله النهارده انها خلصت على كده. الفريق اللي قدامك قدم في المباراه كلها كورتين وانا شاكك اصلا في ضربه الجزاء دي يعني غريبه قوي ان الفار ما عدهاش او اي حاجه ولكن عدت وربنا برده ادانا حقنا وادانا كل حاجه لغايه لما نشوف كابتن ناصر عباس هيقول لنا فيها ايه الكره دي ونخش بقى عندنا 4 ايام دلوقتي على مباراه الزمالك ان شاء الله. اللعيبه تلم نفسها ودي هم تقدر تلحق تلحق بقى لا دول عندهم بقى احساس المباراه دي حاجه ثانيه ده العيد بتاعهم برده لا ده عيد ثاني وكده لما بتلعب الزمالك ده قصه ثانيه خالص. صحيح. نوصل لها بالسلامه باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه مبروك فوز مهم النادي الاهلي تقدم بيه المركز الثاني في طريقه بقى ان شاء الله باذن الله لمكانه الطبيعي. الحمد لله. طبعا اهم حاجه حصلت في الماتش النهارده المكسب ويمكن احنا كنا بنتكلم على الموضوع ده قبل اللقاء لكن للاسف الاداء النهارده وحش جدا وبالذات الشوط الثاني. يعني الشوط الاولاني النادي الاهلي جاب جون بدري وكان عنده فرصه ان يضيف هدفين او ثلاثه والماتش كان هيتسهل قوي. والشوط خلص 1-1. الشوط الثاني الاداء ابطا الهجمات اقل خطوره مفيش اختراقات كبيره من الاطراف خالص سواء من هاني او كريم فؤاد يمكن كوكا لعب كره عرضيه ولا اتنين لما نزل لكن مش بالتاثير الكبير قوي. وحسين الشحات ورضا سليم النهارده كانوا بعاد عن المستوى المعهود ليهم فبرضه الاختراقات من الاطراف من الاربعه الاثنين اللي بيلعبوا على الطرف هنا والاثنين اللي بيلعبوا على الطرف هنا ما كانتش واضحه رغم انه داخليه يعني اقول ايه فرقه مش صعبه هي صحيح اتكتلت لورا شويه بعد الهدف ولكن انت ما بذلتش الجهد او الاصرار ما كانش عندك غير طبيعي انك تكسب اللقاء لكن الحمد لله ان انت كسبت. يعني تسديده عمرو السوليه جت في وقتها دي 84 الهدف الثاني هو اللي ده رايح الدنيا يعني قبليها يمكن في كره او كورتين واحده لموديست لما نزل صلحها كويس قوي الكهرباء عدته وفي واحده تانية لموديست معرفش هو ما شاطش ليه هو لعبها بالعرض لكن ما كانش فيه خطوره زي الشوط الاولاني. فالاداء للاسف الشوط الثاني مش جيد ولكن اميز موضوع النهارده انك انت تقدمت للمركز الثاني وخدت الثلاث نقاط.
كابتن عادل مبروك، فوز غالي ومستحق برغم يعني عدم حلاوه الاداء في اجزاء كتير من المباراه، الا ان النادي الاهلي هو اللي كان افضل، هو اللي كان اكثر سيطره على مجريات اللعب، والحمد لله الثلاث نقاط غاليه جدا في ماتش النهارده. والله يعني اولا مبروك الثلاث نقاط ومبروك المركز الثاني وصلنا ليه، وبعدين ان شاء الله نوصل للمركز الاول بس بإذن الله. عندك ست ماتشات مؤجلين لازم تلعبهم وتكسبهم عشان توصل للمركز الاول، ولكن في نهايه الامر يعني ده تحذير كبير قوي للاعيبه النادي الاهلي النهارده. يعني انا ما عجبنيش الاداء، بس احنا كنا متوقعين ان في الماتشات دي ورا بعض يا كابتن ممكن ما يكونش في حلاوه في الاداء. لا انا بقول لك لو في انا فرقه الداخليه مع احترامي ليها فرقه ضعيفه جدا للغايه، يعني علشان كده انا بقول لك انه ادائنا كان وحش، ادائنا كان اداء في استهتار شويه. خلينا نتكلم بمصداقيه، احنا كنا مستهترين كتير قوي النهارده. انت النهارده الجون بتاع السوليه خبط في رجل واحد ودخل الجون، كان ممكن لو ما دخلتش دي كان ممكن تقعد وتتاخر ويضيع منك بونتين. يعني عشان كده انا بقول لك انه ادائك ما كانش جيد. ليه بقى؟ لانه انا بغض النظر عن اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللعيبه اللي بتلعب يا كابتن ايمن ماشي اوكي يبقوا مجاهدين، لكن الناس اللي ما بتلعبش لازم تثبت وجودها. تثبت وجودها ازاي في ماتشات زي دي لما ينزل يجيب له جون واثنين وثلاثه ويؤدي اداء كويس؟ بس عايز اقول لك حاجه كابتن عادل، في ناس بتبقى بعيده عن الملعب نتيجه اصابه، نتيجه بعد بسبب وجهه نظر فنيه، فاحيانا في بعض اللعيبه بتاخد وقت شويه قبل ما بترجع لمستواها. مش لعيبه النادي الاهلي، مش في المباراه النهارده. يعني خلينا نبقى منطقيين، القسم مش تقيل ومش لعيبه النادي الاهلي. انت لعيبه النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي متقارب مستوى اللعب. في بعد عن الملعب وكل حاجه، لكن مش ترجع بتبقى يعني اقول لك حاجه كابتن ايمن، انا ما يهمنيش انك انت تكون ادائك مش كويس، لكن يهمني روحك. يهمني الجري، كمل جري. يهمني الاصرار. النهارده اكرم توفيق خد احسن لاعب في المباراه على الثالث مره على التوالي. ليه يا كابتن؟ انا بتهيألي ان اصراره وجدعنته بيجبر اي حد انه يديله، بالاخص ان ما بيبقاش فيه لعيبه ادت النهارده بصوره جيده، يعني يخطفوا الانظار، انت فاهمني؟ لكن في الاخر انا بقول لك احنا كسبنا وعملنا ثلاث نقاط كويسين، ولكن ادائنا ما كانش بالصوره اللي هي ترضيني انا على الاقل. يعني انا بقول لك ده وجهه نظري، كان المفترض نبقى افضل من كده كتير. المفترض ان احنا ما نقعدش لاخر لحظه احنا جايبين الهدف في الدقيقه كام؟ 84. يعني احيانا كتير قوي ممكن الوقت يروح عليك، ومش دي ومش ده التيم مع احترامي ليه اللي يوقفك، ومش ده التيم. اما لما كنت لو بلعبت مع فرق اقوى شويه ادائك هيعلى ازيد، بس هو ده اللي ضايقني وزعلني، انك انت ما تلعبش على قد الاداء على قد الفرقه. ماليش دعوه بالفرقه اللي قدامي، العب كل الفرق زي بعض، لانه الدوري العام محتاج الجديه. انا النهارده شفت بعض اللاعبين ما عندهمش جديه كتير قوي، وبعض اللاعبين كان عندهم يعني حته الروح والجري، لكن في اخر الامر المبروك خلاص مباراه عدت. لما بيخلص مباراه زي دي يا كابتن ايمن بتحمد ربنا ان انت ما كنتش بتبقى كويس وبتفوز. صحيح. فاحمد الله على بنحمد ربنا على الثلاث نقاط، ولكن انذار شديد اللعب انه كل المباريات القادمه انزل العب موت نفسك، يبقى روحك عاليه، خد الامور بجديه علشان ما تقعش في اي بند. طيب كابتن ماهر، احيانا وده كان بيحصل لنا برضه قبل الماتشات المهمه او قبل الدربيات او قبل ماتش الاهلي والزمالك بالذات، يعني كان بيبقى في حرص مننا علشان نلعب الماتش الجاي، مش عايز اقول لك باقل مجهود، ولكن باقل الخسائر، ببقى خايف على نفسي، خايف ان انا اتعور، خايف ان انا اخش في كوره مش بتاعتي. يعني سيبك، يعني نحط اكرم توفيق على جنب، اكرم توفيق حاجه تانية، هو بيفكر ان هو مش عايز اقول ما بيفكرش بعقله، بس هو روحه عاليه جدا، احيانا بيموت نفسه في الملعب حتى لو الكوره مش بتاعته، فهو يعني حاله خاصه. فالفكر دوت هل ممكن يكون كان متسرب النهارده لبعض لاعبي النادي الاهلي؟
هو بص يا ايمن، عايز اقول لك حاجه، احنا يعني دي مشكله الكره المصريه ومشكلتنا عامه يعني. وانت بتلعب الداخليه برضك دوافعك واصرارك واخد بالك والمجهود المبذول والشغل الشاغل ده كله، زي اما تلعب فرقه كبيره مثلا زي الزمالك كده، بيبقى برضك انت في عقلك الباطن انا بعد 3-4 ايام رايح للقمه، رايح لمباراه الزمالك، وعندي دوافع ان انا اكسب المباراه عشان اقرب من بطوله الدوري العام، وفي نفس الوقت دي قمه لوحدها، عيد للفرقتين بجماهيريتها بتركيزها بسدتها التحليليه، يعني يوم غير عادي. فالنهارده ممكن في العقل الباطن بعض اللعيبه بتفكر في لقاء القمه، واحنا جربنا كل الكباتن اللي موجودين النهارده في الاستوديو التحليلي، ولو سالتهم واحد هيقول لك انا مع الداخليه ممكن ابقى 50% او اقل، لكن مع الزمالك في القمه اللي جايه هبقى 100%، التركيز هيعلى، الاستشفاء هيعلى، 3-4 ايام الناس اللي مريحه، الناس اللي هتريح، الناس اللي عايزه تبدا المباراه، هتلاقي الدنيا في الثلاث ايام اللي جايين دول فيها اصرار وعزيمه من كل اللاعبين انها تشارك في مباراه القمه القادمه اللي بين الاهلي والزمالك، لان زي ما قلنا مباراه القمه بيبقى لها طعم غير مباراه الدوري الاخرى، ده بيبقى مباراه خاصه، مباراه يعني بطوله في حد ذاتها بالظبط، بتنقلك في المكسب، بتنقلك ان شاء الله للهدف اللي انت بتسعى اليه، وفي نفس الوقت كمان بتاكد صدارتك في الكره العربيه والكره الافريقيه، انك انت فعلا نادي القرن، النادي اللي بينافس ريال مدريد على البطولات. فالنهارده مستوى متواضع للعبه النادي الاهلي، وده احنا كنا متوقعينه، بس احنا كنا طالبين يعني، حتى الكباتن انا قالوا 3-1 وقلنا 4-1، يعني كلنا كان عندنا اصرار ان يبقى في سكور وسكور عالي عشان يدينا ثقه كمان. خد بالك السكور العالي ده كمان ايمن بيطمني لمباراه القمه، ان انا كمان ببعت رسائل من خلال هذه المباراه، لا النادي الاهلي فت، النادي الاهلي جاهز، النادي الاهلي عنده لعيبه اكتر من 18 لعيب جاهزين لهذا اللقاء، النادي الاهلي ما بيهزرش. فكل دي رسائل من مباراه الداخليه كانت مفروض ان احنا نقدر نبعثها لمباراه القمه القادمه. صحيح. طيب كابتن شريف، سريعا عشان عندنا فاصل بعد شويه، العرض النهارده يقلق قبل ماتش الزمالك ولا ده عادي وطبيعي؟ لا لا لا، عادي وطبيعي، ده اهم حاجه في العرض، ان حصل تدوير في الملعب كله من المباراه اللي فاتت ودخول الناس كلها كويس. فاللي حصل ان انت كنت بتعمل اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان الاداء النهارده أفضل. يبقى افضل من ولكن هيفضل، قلنا في هذا الرايح جاي خدت بالك، احنا بنتمنى، فهمتني، ان كل اللي انت نفسك فيه يتصب ان شاء الله في المباراه الجايه باذن الله. مظبوط. صحيح. طيب كابتن اسامه، ايجابيات ماتش النهارده بجانب الثلاث نقاط؟ بصراحه ما فيش ايجابيات كبيره النهارده، يعني الايجابيات اللي ممكن تتقال انه ياسر ابراهيم رجع يلعب تاني ماتش ليه، وهو وان كان لسه ما وصلش للفورمه بتاعته، ولكنه مهم انه يبقى موجود، يحط رجله في الملعب، يحط رجله في الملعب مع عبد المنعم لما يرجع، ورامي ربيعه يعني هو اقرب واحد وكان فت قوي قبل ما يتصاب. فدي مثلا ايجابيه انه رجع يلعب تاني. عوده محمد هاني بعد الجواز بنقول له الف مبروك، رغم النهارده هو لسه مش في الحاله بتاعته، لسه راجع من الجواز، لكن رجوعه مهم لانه مهم من العناصر المهمه في ماتش زي ماتش الزمالك. برضو شفنا السوليه النهارده بعد فتره طويله، واحرزوا هدف كمان، حاجه كويسه، واحرزوا هدف، والهدف ايه يعني مش لاقي حاجه كبيره تاني اقولها النهارده في الماتش غير المكسب، الثلاث نقاط المهمين يعني. صحيح. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، كان ليك تعليق وانا بتكلم مع كابتن ماهر في ان قبل الماتشات الكبيره بالذات وخصوصا الماتشات اللي بيبقى ديربي او اي بطوله، ممكن تلاقي العرض مش اللي هو العرض اللي انت، حتى لو انت بتلاعب فرقه اقل منك بكتير، ممكن ما تلاقيش العرض اللي احنا بننشده جميعا.
ولكن ممكن تلاقي العرض بالمستوى ده. بس يعني الهدف ده الاكبر الثلاثه بونت، انت خدت ثلاث نقاط، ولكن كنا نتمنى ان العرض يكون افضل من كده، خصوصا ان الداخليه يعني تقريبا شبه مستسلم. احنا كابتن اتكلمنا على الخمس اهداف بتوع مباراه النهارده، مباراه النهارده كان فيهم خمس اهداف، تطلع المركز الثاني، تاخد الثلاث نقاط، تجهز اللعيبه اللي ما بتلعبش كتير، تريح اللعيبه، حد مصاب ما يطلعش حد مصاب، وفي اخر حاجه انك انت تجهز اللاعبين اللي احنا اتفقنا عليه. اللي انا قلت لك عليه اللي ما عجبنيش النهارده، ان اللعيبه اللي هي ممكن تكون مرشحه يعني ما بتلعبش، يعني في لعيبه باين ان هي ممكن تكون مرشحه لمباراه الزمالك، فانت لو اديت اداء كويس ها هتزيد تاكيد، ولو انت مش مرشح ولعبت كويس ممكن تدي جراءه للمدرب، دي واحد. لكن فعلا انت ممكن في دماغك تكون كلاعب خايف من حته الاصابه، مظبوط، عايز تلعب مباراه الدوري الزمالك، عايز تبقى مش مجهد، خايف من حته الانذارات، حاجات كتير قوي، في ظروف كتير، ولكن في اخر الامر انت بتلعب ماتش الزمالك بثلاث نقاط وماتش الداخليه بثلاث نقاط، فانت خدت الثلاث نقاط بتوع الداخليه، انت تبدا تفكر بقى لمباراه الزمالك كلاعبين، يعني انا بتكلم كلاعبين. الاداء النهارده ممكن يكون في شتتان لماتش الزمالك، انا موافق، وممكن حاجة تانية يا كابتن أيمن، خوف من الإصابة، برضو أنا موافقك، لكن الحاجة يعني أنا مثلا النهاردة أنا عجبني في الفترة القصيرة الصغيرة دي عجبني عبد القادر. يعني عبد القادر أنا بحس إن هو اللاعب ده لو عايز يعمل عنده إصرار شوية كمان عن كده، أنا عبد القادر بالنسبة لي من أفضل اللعيبة اللي مقتنع بيها في الوقت الحالي في الكرة المصرية. اللعيب الوحيد اللي يقدر يعدي واحد ضد واحد ده عبد القادر. عبد القادر اللعيب اللي فكره ممكن وعنده سرعات وممكن يبقى هداف، بس هو عايز شويه اصرار، عاوز شويه تفاني، يعني عاوز شويه تمارين فرديه، اللي هو الحته لما يعدي من ناحيه الشمال يروح يلعب على الجون كتير. عبد القادر لو اشتغل الحاجات دي يعمل لعيب من اللعيبه الكبار جدا. يعني مش سهل دلوقتي اللعيب اللي بيعرف يعدي واحد ضد واحد في الكرة، انا بقول لك في العالم كمان، بس يمكن في العالم في اكتر من لاعب مميز، لكن لما بيكون عندك دي بتبقى مميز اكتر. فينيسيوس ريال مدريد اميز لاعب في الواحد ضد واحد دلوقتي، مبابي ازيد واحد في الواحد ضد واحد. انا مش بشبه، مش بعمل تشبيه، ولكن بقول لك على قدرات كل لاعب. انت عندك قدرات حته الواحد ضد واحد، رضا سليم عندك قدرات السرعات، لازم تشتغل بسرعات. ما شفتش رضا سليم النهارده عمل كام سبرنت؟ رضا سليم بيمسك نفسه بدري للعيبه، لو انت بتعمل مساحه يا رضا واصريت انك تاخد، وبالاخص النهارده كان معاه اثنين لعيبه في وسط الملعب عندهم حته البسير كويس، قفشه وامام يعني عرفوا يعملوا حته الباص كويس قوي. ولكن في شويه حاجات كده يا كابتن ايمن اتمنى لعيبه يخلي بالهم منها الايام اللي جايه، بالذات لعيبه اللي انا عاوز اللي لعبوا كتير. يعني ممكن تريح نفسك في اللعب، امام عاشور النهارده مسك الكوره كتير، كان ممكن يريح نفسه يلعب السهل. فهو في الاخر انت عشان مستعجل لا احنا ممكن نتكلم، بس بيشرفنا دلوقتي الكابتن احمد فوزي، شرفنا دلوقتي الكابتن احمد فوزي لتقييم اداء حراس مرمى اليوم. مساء الخير يا كابتن، منورنا ومبروك للنادي الاهلي. الحمد لله، مبروك على الثلاث نقاط. يعني مباراة ما فيهاش اختبارات كتير للحارسين، زي ما قلت لحضرتك قبل الجيم، اي حاجة هتتشاط على محمد مجدي بعيد عنه شوية هتخش. اعتقد يمكن لما نستعرض الحالات هنشوف، ولكن مجدي احنا ما اختبرناهوش خالص، احنا قلنا عليه بثلاث كور دخل اثنين، ويمكن الكرة الأخيرة اللي في الدقيقة 94 بتاعت عبد القادر برضو هو لعبها في حتته وفي مكانه، يعني مش بعيد عنه. فاحنا اللي خليناه يركب الجيب. خلي بال حضرتك اول كوره تتشاط عليه في الدقيقه 26 اللي دخلت فيه جول، يعني احنا ما عملناش اي حاجه قبل الدقيقه 26
تدينا ايحاء ان احنا ممكن نكسب الجيم، ولكن الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع بالثلاث نقاط. لما نستعرض مع بعض الحالات، يمكن اول حاله هي حاله الهدف الاولاني، وهنشوف التحرك بتاع محمد مجدي زي ما قلت قبل المباراه، ان هو على طول ملتزم بالخط. الكره هنا وهي بتتلعب بالعرض كان قدام، راح راجع وراح طالع وراح راجع، فتح رجليه الاثنين، بقت حتى لو الكره جنبه ما كانش هيلحق يجيبها. نعيدها تاني بالبطيء واحده واحده كده. الكره وهي بتتعمل بالعرض، خلي عينك مع محمد مجدي، بص رجع فين، خد خطوتين يرجع ورا، كهربا سندها، راح طالع وراح هنا، وقفشه بيشوط راح طالع. انت لما طلعت بقيت فين؟ طب انت دلوقتي وهي بتتشاط انت على خط الجول تقريبا، على الخط، هو على خط الجول. حتى لو الكره دي جنبه او جت في ايده وهتطلع، هتاخد ايده وتخش، لان هو واقف جوه المرمى تقريبا. وكل كره ما بتتشاط هو بيرجع لورا، حتى لما جه يترمي ما لحقش، لانه كان لسه في حركه، كان لسه بيتحرك وبيرجع برجليه ورا. اعتقد ان يعني الهدف صعب وكل حاجه، الهدف صعب وكل حاجه يا كابتن، بس تمركزه هو اللي خلى الهدف يبقى صعب عليه. تاني وقفته، انا فاهم قصدك طبعا، تمركزه فعلا ممكن يكون، بس هي برضه راحت بعيد. هنتفرج يعني على الجون الثاني يا كابتن، وهوريك الكره جنبه، هوريك الكره جنبه في الجون الثاني، وبرضه عشان تمركزه ما عرفش يترمي برضه لقدام، وبرضه الكره دخلت مع انها يعني لو هو واخد مثلا خطوه قدامها، خطوتين كانت تبقى اسهل، خطوتين هتبقى في حوزته، هتبقى في مساحته. لما يترمي هيطلع، لما خطوه لقدام زي المثلث. أيوة. المثلث لما بتطلع بالقاعده بتاعته لقدام بتعمل ايه؟ بتقلل الزوايا بتاعته. هو ده، هو المفروض كان يطلع بخطوتين قدام فيقلل الزوايا، فلما يترمي كده يقفل القاعده، يقفل الخط بتاعه. لكن الحمد لله طبعا، يعني طبعا تصرف هائل من قفشه ما شاء الله طبعا، وحطها في حته بعيده، بس اللي بعد الكره على محمد هو حركه الكره اللي بعديها. عايزين نشوف التركيز بتاع مصطفى شوبير. كره يمكن ثرو باص من نص الملعب، ما حدش عامل الحساب خالص. هتلاقيه هنا هو واقف على الخط ومستني الكوره. تاني هو مش متاخر، ده هو قاري الكوره وهي بتتعمل من نص الملعب، نط وياخدها ومستني الكوره وعامل حسابه ومتكلم، ويعني فده يبين لك انه مركز حتى والكوره في نص الملعب التاني، هو قاري الكوره وقاري الجيم ومكمل تركيز. اللي بعدها هتبين لك اكتر تركيزه وحركته برجليه، الكروس اللي خده، الكره العاليه اللي خدها. هنشوف الكره دي يا كابتن، بس انا متهيألي كان صعبه الكره دي جدا، بالظبط جدا، وبعيده عليه، واخد خطوات كتير جدا وشايلها مع رجل المهاجم. يعني هي هنا وهي بتتعمل، هو قاري الكره وبيجري في اتجاه، خلي بال حضرتك لو جري ورا سنه المهاجم يسبق، صح. انما هو راح قاطع من قدام المهاجم بالراحه، معلش ارجع تاني سنه، ارجع سنه صغيره، بس هنا هنا هنا. بص يا كابتن، الكره وهي هنا هو لو بيجري في خط مستقيم مش قاطع بورب، وقاطع بزاويه، عارف، هو لو بيجري في خط مستقيم المهاجم يلحق، انما هو عشان قاطع في اتجاه الكوره وخطواته سريعه قدر يوصل للكوره. خلي بالك الكوره دي خطيره جدا، بس ولو اتاخر جزء من الثانيه جدا مسكها كويس قوي، جدا يا كابتن خطر جدا، صح. يعني الطبيعي حتى انه ممكن كان يترمي ويلعبها بالبوكس، والراجل راس الحربه ده ما كانش مراقب خالص. خالص يا كابتن، محدش شايفه، فهو طبعا خلي بال حضرتك، انا اعتبرها انه منع هدف اكيد على النادي الاهلي، دي وجهه نظري. ممتازه الكره. بعد كده نتكلم على ضربه الجزاء، تصرف هايل جدا جدا جدا، بس انا كنت عايزه يتقل سنه في النزول، يتقل سنه في النزول. يعني هو الراجل بيلعبه وهو بيلعب معاه، الراجل بيلعبه وهو بيلعب، هتبقى من هنا من ورا، بص بيلعب معاه يا كابتن، بيلعبه تمام وراح وكل حاجه. عارف بقى لو هو قبل ما ينزل تحت دي سنه صغيره تيل، طبعا انا مش بحمله الهدف ولا حاجه، انا بقول فيما بعد عايزين نبقى واخدين بالنا من الحاجات الصغيره دي. لو تقل سنه صغيره كان قدر يتعامل مع الكوره، ولكن في الاول وفي الاخر ده ضرب الجزاء، وهو استنى ولعب الراجل كويس جدا جدا. على فكره كريم متعود، يعني انا الغريب ان كريم على طول بيحط الكوره على يمينه هو، على يمين مصطفى شوبير اللي هي شماله، فكون ان هو لعبها في الزاويه دي ومصطفى لعب معاه للاخر، ده معناه ان التصرف هايل من مصطفى وثبات انفعالي هايل في وقته. بعد كده نرجع، بس انا عايز اوري حضراتكم الكره دي، مفيش اسهل من كده، اوفر من كوكا، ده بس يدل على ان محمد مجدي كان خايف وراهب الامر. الكره دي تتمسك سهل جدا، هو مفيش حد معاه والكره نزلت له تحت، والسيرد باك بتاعه معاه، انما هو برده خايف، واحنا زي ما قلت لحضرتك احنا اللي ما استثمرناش هذا الخوف. الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي، طيب واحده واحده برده معايا كده، وقبل ما عمرو السوليه، بص برده يا كابتن هو واقف فين، وعمرو السوليه بيستلم، المفروض كنت اطلع خطوه لقدام،
تمام. أي. بص عشان الكره هنا كابتن جنبه غير عملت ريفليكشن، مش هقول لا، عملت ريفليكشن خفيف. طب هو السؤال هنا يا كابتن احمد، اتفضل. هو لو بصيت على فرقه الداخليه هتلاقي ال11 ال10 لعيبه جوه، هو مش شايف والرؤيه بالظبط. كنت انت كنت جون قبل كده؟ لا بس انا يعني لا والله تربيه رياضيه، خريج تربيه رياضيه فدارس. يعني هقول لحضرتك حاجه، هو الطبيعي في الوقت اللي زي ده ما يتحركش برجليه. الطبيعي في الوقت زي ده، ارجع لي بالكاميرا انا بقى معلش، تعال لي بالكاميرا. انا لعبت جول قبل كده على فكره في ماتش من ماتشات الدوري اكيد مع الكروم، والله العظيم. اه والله، ودخل فيها جول. طب عادي مش مشكله، كلنا دخل فيها. لا بس دخل فيها جول غريب جدا يعني. كنت عايز يصد الكره دي. هقول لحضرتك حاجه بس، انت كنت عايز يصد الكره دي؟ اه ما هو احنا شغلنا متعادل. ما هو هيقول بس هيقول الاسباب. لا بتكلم على الشغلانه بتاعتنا مش متعادل. اتفضل يا كابتن. اتفضل. طبيعي في وقت زي ده يا كابتن ما اتحركش برجليا. طبيعي في الوقت ده بوطي وبتحرك بوسطي او برقبتي عشان اعرف اشوف الكوره، لان خمسه رايحين عليا فعاملين بلوك مش شايف. يبقى ايه، انا لو اتحركت برجليا فانا اجباري هفتح زاويه، واثناء الشوط لو انا بتحرك مزبوط. مش هينفع ان انا اصد، فاعمل ايه؟ طب ما انت قلت لازم قبل الماتش ده الستايل بتاعه. نعم اتحرك، انت قلت عليه. انا قلت قبل الماتش ان هو دي مشكله عنده، هو ما مصلحتنا الحمد لله. بس صح. انا بقول كابتن ايمن بيقول لي ايه الحل، فانا بقول له الحل في الوقت اللي زي ده ان انا ما اتحركش برجلي، اتحرك يا اما بوسطي يا اما برقبتي عشان اعرف اشوف الكوره. اشوف الكوره بس، هي دي القصه. هو لو كان شاف الكوره من بدري كان بصراحه كان قدر يصدها، ولو كان خطوه قدام كان على الاقل ممكن يطلعها برجليه وهو بيترمي. كويس انه ما شافهاش. لا الحمد لله. الحمد لله، هو ربنا بيسترها. فيعني هي بس المشكله في التمركز بتاعه، وبعد كده فتحت رجليه ورميانه لورا هو اللي خلى الكره تبقى سهل. يعني الحمد لله انها دخلت يعني. الحمد لله ماشي. رب العالمين. بس خلاص ما فيش حاجه ثانيه، يمكن فيش اي حالات ثانيه. في كره بس لعب قادر في الدقيقه 94، بس برضو زي ما قلت لحضرتك عبد القادر لعبها في زاويته، و يعني كان ممكن يلعبها اسهل من كده، يحطها الناحيه الثانيه لامام، او حتى بعد الطريقه الناس كانت فاضيه كلها. يعني ممكن يحطها في البعيده لما هو حطها في جسمه بالظبط. الناحيه الثانيه مودست وطاهر وامام الثلاثه واقفين. فكان ممكن يا اما يلعبها باص للناحيه الثانيه، ولما يجي يشوط زي قفشه كده يحطها في البعيده، انما هو حطها في زاويته قبل ما يلم مكانها. الناحيه الثانيه اللي بيعملها ببطنه بس. فكده ده الخير النهارده، والحمد لله على الثلاث نقاط، وعقبال الثلاثه اللي جايين يوم الثلاث ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن احمد، عقبال كل مباراه ان شاء الله. كابتن ماهر، كان عندك تعليق على اداء الخطوط النهارده، اداء الظاهرين، اداء قلبي الدفاع؟ نبدا بخط الدفاع. هو خط الدفاع النهارده يمكن في الشوط الاولاني الاختبار الوحيد اللي يعني اخطانا فيه اللي هو ضربه الجزاء، اللي هو الفرصه اللي جت الوحيده للداخليه اللي هي اتلعبت بالعرض، وبعدين اكرم حاول يطلعها بدماغه ما لحقش، وبعدين التهور بتاع ياسر ابراهيم. يعني تملي الحاجات اللي بالشكل ده دايما لازم يبقى فيه اولا تمركز من لاعبي خط الظهر صح وشايفين الهجمه صح، وبعدين حسب عدد المهاجمين. لو انت عندك ثلاث مهاجمين يبقى لازم ثلاث مدافعين موجودين ومعاهم واحد رابع في التغطيه. تمام. بس خليني هو طبعا اولا ده هو دفاع عن ياسر في الاول. ان احنا عارفين امكانيات ياسر. بس ياسر عايز يرجع بسرعه. وعايز يثبت لنفسه ويثبت لمستر كولر ويثبت للناس كلها ان هو في طريقه للرجوع لمستواه بالظبط. فالاخطاء دي لو ياسر في حالته مش هيعملها، ما بيعملش الاخطاء دي. فهي برضو بعده عن الملعب فتره كبيره بسبب الاصابه مأثر بعض الشيء، وهي كمان بتبقى صعبه يا امن. خد بالك يعني انت الفرصه الوحيده اللي جات لهم، وفي نفس الوقت انت ما فيش خطوره من على الاطراف او خطوره من العمق كانت بتقلق مصطفى في بدايه الشوط الاولاني. لكن عامه الكورسات العرضيه بتبقى بتمثل خطوره على كل المدافعين. يعني الكورس تتعمل بشكل ايجابي في منطقه مؤثره بين السكس يارد وبين ضربه الجزاء، المنطقه اللي بيحبها المهاجمين اللي بيقدروا يسجلوا من خلالها. ف ياسر تملي نقول للمدافعين في الحته دي لازم يبقى فيه نوع من التاني، نوع من الهدوء، نوع من عدم الاستعجال، لان التهور خلاص دلوقتي بيسبب لنا مشاكل في المنطقه دي. اي تهور وما لحقتش الكوره خلاص اوريدي هيبقى ضربه جزاء، هتبقى مشكله عليك. صحيح. فاحنا تملي بنقول ايه،
يعني انا لو ما خدتهاش يبقى اخد رقم 2 احلق وبعد بعد ما احلق يبقى في قرار ان انا اقطع. لو ما لحقتش اخليه يخرجها هو بره 18 يبعدها عن الخطوره يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي طبعا زي ما انت قلت يا ايمن ان ياسر بقى له فتره غايب عن الملعب، لكن هو لما كان موجود بصراحه ياسر كان بيزيد من مباراه الاخرى، وده ده الحمد لله ان بردك مستر كولر فكر ان ياسر النهارده ياخد المباراه الثانيه على التوالي عشان تساعده في مباراه القمه اللي هي احنا شايفينها هتبقى افضل واقوى من مباراه الداخليه باذن الله رب العالمين. طيب تعالوا نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه ونرجع نكمل مع نجومنا الكبار. اوكي Ja, war ein sehr schwieriges Spiel, weil wir, ich habe versucht, auch die letzten zwei Tage schon auf den Gegner hinzuweisen, dass sie zwar auf dem letzten Platz stehen, dass sie aber rein fußballerisch eigentlich besser sind und rein ergebnistechnisch natürlich da hinten stehen. Aber wir haben es gesehen, wir haben es gemerkt und die Spieler haben es, ja, denke ich, in der Pause dann gemerkt. Ich muss ein bisschen laut werden und habe mir nicht gepasst, weil wir zu überheblich waren und zu viele einfache Bälle verloren haben. Und schlussendlich ja, haben die Spieler das dann aber auch in der zweiten Halbzeit gedreht und wir konnten das erlösende 1:2 nachziehen. كانت مباراة صعبة، احنا اللي صعبناها على نفسنا. بقالي يومين بتكلم مع الفرقة على فكرة التعالي وعلى فرقة الداخلية ان هي متزيلة جدول الترتيب، لكن ادائهم في الماتشات اللي فاتت ما بيعبرش عن النتائج اللي هم بيلعبوها. بيلعبوا ماتشات كويسة جدا، ادائهم كان افضل كتير في الماتشات اللي فاتت، وانا قاعد اقول للفرقة الكلام ده بقالي يومين، وان انت لو ما احترمتش الفرقة الدنيا هتقلب عليك، لكن للاسف ما تسمعش الكلام. الشوط الاولاني كم تعالي غير عادي، بنخسر كور بشكل غير طبيعي، كان شكلنا صعب قوي الشوط الاولاني بالكور اللي احنا بنخسرها والفرص اللي بنضيعها. دخلت بين الشوطين كان صوتي عالي جدا، واعتقد ان انا بعد الدش اللي كان بين الشوطين اللعيبه خرجت فهمت انا بتكلم في ايه، واللي انا بقوله بقالي يومين اتفهم بين الشوطين. فاللعيبه نزلت في الشوط الثاني ادت افضل كتير وخدت الامور بجديه، والحمد لله ان احنا في النهايه قدرنا ان احنا نفوز بالثلاث نقاط. طيب اسئله لو سمحتوا، اتفضل مستر مارشال كولر، مبروك طبعا في خدتوا في تنسيق ان ثلاث نقاط كان سيتي. مش هتلعب او مش هتلعب، انت كمدير فني اكيد جاهز للمباراه سواء تلعب او ما تلعبش، لكن ليك حساباتك المباراه تتلعب او ما تتلعبش، الافضل ليك ايه كمدير فني للاهلي؟ ان الاهلي ياخد 3 بونت من غير الزمالك ما يجي، ولا يلعب المباراه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الجبهه اليسرى في النادي الاهلي واضح ان فيها مشكله، مجرب 3 في ماتشين 2، فليه ما بنشوفش كريم الدريس اللعيب الوحيد تقريبا الموجود في الجبهه؟ So sind zwei Fragen. Also ich gratuliere dann für den Sieg. Wichtiger Sieg vor dem Spiel, wichtiges Spiel gegen Zamalek. Das Spiel, das wir bis jetzt nicht wissen, ob gespielt wird oder nicht. Wie sehen Sie das dann mit wird gespielt, nicht gespielt? Ich bin sicher, Sie haben Ihre Mannschaft vorbereitet, aber es ist für Sie besser, dass Sie die 3 Punkte geschenkt bekommen, ohne dass der Gegner kommt? Oder ist für Sie besser, das Spiel zu spielen? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, wir merken schon dann ein Problem in der linken Seite bei Lahli. Sie haben dann bis jetzt 3 Spieler probiert auf der linken Seite, obwohl Sie haben Karim Debis. Der einzige dann aktuell, der als klassischer Linksverteidiger spielt, und trotzdem wollen Sie ihm keine Chance geben. Was sagen Sie dazu? Also, ja. Zuerst dann die Frage über Zamalek und wollen Sie, dass das gespielt wird? Ich gehe davon aus, dass gespielt wird. Wenn nicht gespielt wird und wir die 3 Punkte geschenkt bekommen, dann ist es so. Also, es ist ja nicht mehr eine Aufgabe zu sagen, wir müssen spielen oder wir müssen nicht spielen. Das ist der Verband, der das entscheiden soll und nicht. Der Coach von Alali oder von Zamalek. Also ich weiß nicht, wie man so eine Frage stellen kann. مش فاهم السؤال، ما يخصش مدرب النادي الاهلي، دي حاجه ما تخصنيش اصلا خالص. انا هنزل مباراه مستعد ليها، والله المنافس مش موجود خلاص تمام، ده هتقبل ده. السؤال مش ليا ولا ليا كمدرب نادي الاهلي ولا مدرب نادي الزمالك اصلا كمان، السؤال ده لاتحاد الكوره، هو المنوط باداره المسابقه وهو المنوط لي توجيه لي السؤال ده، لكن مش ليا، مش ليا خالص يعني. Okay, wir haben bis jetzt mit Karim, nach Ali Malul, nach der Verletzung mit Karim,
gespielt auf der Position und hat das gut gemacht. Und er hat das früher mal gespielt. Und ich bin nicht unzufrieden. Jetzt war aber so, dass wir nach vorne einfach noch ein bisschen mehr Zug brauchten, dass wir natürlich ist mit dem Rechtsfuß, er kann links auch spielen, aber Koka ist eher Linksfuß und hat das, als er reinkam, auch gut gemacht. من بعد إصابة علي معلول وإحنا بندي فرصة لكريم فؤاد في المكان ده وأدى في ماتشات كبيرة جدا وضغوط كبيرة وأنا مبسوط من أدائه وعمل ماتشات كويسة. النهاردة حبينا بس في نهاية المباراة إن إحنا نعمل ضغط هجومي أكتر فعشان كده نزلت كوكا على أساس إن هو لعيب برضو أعصر أو أشول. كريم فؤاد بيلعب برجليه الاثنين لكن كنت حابب إن أنا كان في تكتيك معين عايز أنفذه بوجود كوكا وهو عملها كويس أول ما نزل. لكن ده مش معناه ان انا مثلا متضايق من كريم فؤاد او مش مقتنع بادائه ولا انا شايف ان كريم بيقدم ماتشات كويسه. لا ما احنا التدريب خلاص تامر يوسف جاب الديار طبعا مبارك Die gratulieren dann dem Coach dann für die drei Punkte. طبعا شفنا حاله من التراخي او السرحان لعيب النادي الاهلي بالاضافه لاستبعاد بعض العناصر الاساسيه من خلال الكوتش قبل المباراه، هل شايف الاسباب دي كلها ان كل اللعيبه النهارده موجوده في الملعب مركزه اكتر في ماتش القمه وتركيزها على ماتش الزمالك اكتر بناء على الحاله العامه ولا ايه الاسباب الحقيقيه وراء حاله السرحان اللي موجوده في اللعيبه؟ Heute dann die Spieler waren nicht konsequent genug, dann waren nicht konzentriert genug, dann und hat es damit zu tun, dass die Spieler hatten die Gedanken dann an dem Spiel gegen Samarik dann und oder weil sie viele Spieler ausgewechselt haben oder Pause gegeben haben, das hat dann die ganze Stimmung so in der Mannschaft war die Unkonzentriertheit und die Überheblichkeit oder wie begründen Sie dann, wie die Mannschaft dann heute aussah? Das hat nichts mit dem zu tun. Ich habe zwei Tage habe ich nur über Dachleia gesprochen. Ich habe vier Spiele angeschaut von Dachleia und habe gesehen, dass sie eigentlich sehr gut spielen und dass sie meistens unglücklich dann verloren haben. Und ich habe das die letzten zwei Tage unserem Team mitgegeben. Und wenn ein Spieler mal eine Pause bekommt und ein anderes spielt, okay, dann hat er die Möglichkeit zu zeigen, was er dass er besser ist als der andere, der vor ihm gespielt hat. Und ich glaube, es braucht keiner nur irgendwie Ausreden zu bringen, dass er vielleicht nicht so oft gespielt hat, da nicht. Sie trainieren, sie sind mit dabei, die nicht spielen, die trainieren mehr. Also sie sind fit und dann ist wichtig zu zeigen und es ist wichtig da außen dann natürlich zu zeigen. Auf der einen Seite im Training, die nicht regelmäßig spielen, aber die anderen ja, im Spiel zu zeigen. Und dann, wenn und das ist auch völlig normal, dass mal einer vielleicht einen schlechten Tag hat, dass er nicht so gut drauf ist, okay, dann ja, sehe ich das und wechsle ihn aus und da kommt der Nächste rein. Und der soll es dann versuchen, besser zu machen. Und das ist in dem Sinne eine Kampagne. ملهاش علاقة بكده، هي يعني زي ما قلت لحضرتك أنا بقالي يومين أنا اتفرجت على أربع ماتشات للداخلية عشان أتفرج عليهم كويس، وبقالي يومين بتكلم على الفرقة على جودة لعيبة الداخلية واللعيبة إنها بتلعب كويس، وإن الماتشات اللي خسروها بعدم توفيق مش بأداء، لأن هما كانوا في بعض الماتشات كانوا الفرقة الأفضل كمان، وحذرت الفرقة من الكلام ده، لكن الكلام ما اتاخدش بشكل جاد واضح. النقطة الثانية بخصوص موضوع التدوير أو إن أنا بريح بعض اللعيبة، طب ما هو المفروض اللعيب اللي نازل ده المفروض يثبت نفسه، ما أنا أديت لعيب راحة، المفروض بقى اللعيب اللي ما لعبش أو أساسي قعد فأنا نازل، فالمفروض أنا كلعيب بقى باخد فرصة، المفروض أموت نفسي على الفرصة وأظهر نفسي ما لعبش أسوأ، ومش بدور ما حدش يدور لي على حجج ويقول لي أصل هو ما بيلعبش بقاله فترة فبقى وحش عشان ما بيلعبش، مفيش الكلام ده، هو بيتمرن كويس، كل اللعيبة عندنا بتتمرن كويس، كل لعيبة بتتمرن، يمكن اللعيبة اللي ما بتلعبش بشكل دوري او بشكل مستمر بيتمرنوا اكتر من اللعيبه اللي بتلعب، لان اللعيبه اللي بتلعب بتاخد استشفاء اكتر، لكن دول بيتمرنوا اكتر، فبالتالي بياخد وحدات تدريبيه اكتر، جاهز بدنيا اكتر، فلا يلومن الا نفسه اللاعب اللي بيشارك ويؤدي اداء وحش بعد فتره، ان هو المفروض عنده التمرين فرصه يبين فيها نفسه ياخد فيها فرصه ويثبت ان هو احسن من اللي كان بيلعب قبليه. وبيحصل في الكوره انه ممكن اللاعب يبقى غير موفق او اداؤه مش احسن حاجه في يوم، طبيعي وانا بتقبل ده، وعشان كده بطلع وانزل حد يلعب احسن منه او حد ياخد فرصه واريح اللاعب اللي هو النهارده مش موفق يعني، فطبيعي في الكوره يعني. كوتش احمد علي موقع الميدان، مبروك النهارده على الفوز. شفيري جزيك هويتر جيجن دخليه. شفنا النهارده
شوبير بيرجع لحراسه مرمى النادي الاهلي بعد ما الشناوي لعب ماتشين بعد رجوعه من الاصابه، هل ده بدايه ان في يحصل روتيشن او تدوير في مركز حراسه المرمى بالنسبه للنادي الاهلي؟ الشناوي حبك heute hat Ufa gespielt, nachdem Schinawi zwei Spiele gespielt hat. Ist es dann ein Zeichen dafür, dass sie anfangen mit Rotieren im Torhüterposition nächster Zeit? Nein, das ist kein Zeichen. Es war so, dass natürlich Schinawi mehrere Wochen verletzt war, dass er dann auch wieder zurückkam, auch mit der Nationalmannschaft hat bei uns gespielt. Wir haben jetzt auch intensive Spiele und ich habe schon gesagt, es ist auch für die Torhüter schwierig, wie jetzt heute auch für Ufa. Also er hat wenig zu tun, aber wenn mal ein Schuss aufs Tor kommt, dann muss er ihn halten oder muss bereit sein. Und das ist natürlich auch eine mentale Belastung, nicht die körperliche Belastung, dass er viel laufen muss, aber eine mentale Belastung. Und wenn du mental viel denken musst oder bereit sein musst, dich konzentrieren musst, dann macht dich das auch müde. Ich habe mit Schinawi gesprochen, auch vorgängig. Ich habe gesagt, ich möchte auch umfangen. Wir haben gesehen, dass Ufa auch bereit ist, dass er da jetzt in dieser intensiven Zeit, weil wir eben Spiele gewinnen wollen, dass ich ihm auch da zwischendurch mal eine Pause geben möchte. Und das war jetzt bei diesem Spiel so. Und beim nächsten ist er wieder mit dabei. Ist er wieder mit dabei? Ja? Ist er wieder mit dabei, sage ich. لا هي مش علامة أي حاجة خالص، الموضوع أبسط من كده بكتير. الشناوي كان مصاب فترة طويلة وبعد الإصابة بدأ ينزل ياخد ماتشات كتير ورا بعض بضغط كبير جدا مع المنتخب وبعدين معانا. الناس بتبقى فاكرة إن الحارس المرمى عشان خاطر بيبقى واقف ما بيجريش كتير فهو معلوش ضغط بدني، لكن ده مش حقيقي. الحراس بيتمارس عليها ضغط كبير جدا بالذات في النادي الأهلي، لأن هو لازم يبقى 90 دقيقة عليه ضغط ذهني ونفسي كبير جدا. إن هو ممكن بتجيله واحدة بس في الماتش زي النهاردة أوفا مثلا ما جالوش عليه حاجة تقريبا، بيفضل طول الماتش في حالة تركيز شديدة جدا. حالة التركيز دي بترهق الواحد ذهنيا وبتعمل بتشد الجهاز العصبي بحيث إن الجسم في الآخر بيتعب حتى لو هو ما بيجريش كتير. فهو الشناوي بعد فترة واخد كان مصاب نزل ضغط ماتشات كتير ورا بعض، بنلعب كل يومين ثلاثة ماتش. فأنا اتكلمت أصلا مع الشناوي وشرحت له الوضع وإن أنا محتاج إن هو ياخد راحات عشان خاطر يقدر يتحمل ضغط الماتشات الرهيب اللي عندنا زي بقية اللعيبة. فهو ياخد من حين لآخر عايز أريحه، وأما بحس إن هو ممكن يبقى الضغط عليه كبير وإنه ممكن يتعور فبريحه شوية زي ما حصل النهارده. فظروف النهارده كانت مناسبه ان انا ادي اوفا، وخصوصا ان اوفا حارس كويس جدا وادى معانا اداء كبير، وشناوي حارس كبير جدا وحارس تاريخي للنادي وتقبل ده جدا وتفهمه بشكل كبير، لان هو شخصيه هو بيقول دماغها كبيره وفاهم الوضع كويس. فالموضوع مش اكتر من انه من حين لاخر الشناوي هحب ان انا اريحه مع ضغط الماتشات زي بقيه اللعيبه، بس مش هيبقى بشكل زي اللعيبه الثانيه اللي هو روتيشن، مش هيبقى كده. والشناوي معانا في الماتش الجاي اكيد يعني. شكرا شكرا جزيلا. شفنا مؤتمر مستر كولر، انما هنتكلم على اللي قاله مستر كولر بالتفاصيل، لكن دلوقتي بنرحب بالزميل العزيز محمد الباز لتحليل ارقام الفرقتين النهارده. مساء الخير ومبروك يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مبروك طبعا، الف مبروك. مساء الخير على الكباتن. طبعا قبل المباراه كنا بنقول في معطيات كتيره جدا من الارقام، بنتكلم على الخصم الداخليه كابتن في 25 مباراه احرز 12 هدف، في منهم 8 من داخل منطقه الجزاء، يعني خطورته جوه منطقه الجزاء مش عاليه، حتى في 4 من خارج منطقه الجزاء. فريق استقبل 30 هدف، شرحنا الفرص، حتى التمريرات عنده التمريرات الصحيحه متوسطاتها بالمباراه 240 تمريره، شفنا دوت على البيلد اب عندهم، ما كانش فيه الشكل الكبير في المباريات السابقه كابتن، حتى التدرج بالكره او التمريرات الكاسره للخطوط ما كانتش الاخطر، على عكس النهارده في بعض اوقات المباراه بداوا يمسكوا الكوره. هنستعرض الارقام ونحللها مع بعض ونشوف ان النهارده كل المعطيات اللي قبل المباراه بالارقام كانت بتقول لنا ان التنبؤات المفروض ان الاهلي بالاهداف المتوقعه والفرص ان هو ينزل بسكور كبير النهارده، ولكن طبعا زي ما احنا متفقين وعارفين الماتشات دي بتبقى صعبه، ما فيش ضغوطات على الفرق اللي في اخر الجدول. فخلينا نبص على ارقام المباراه النهارده، 2 للاهلي طبعا مقابل 1، وصلنا لهدف رقم 40 يا كابتن،
وده طبعا باعلى معدل تهديفي من ال 18 مباراه 2.3. الاستحواذ النهارده النادي الاهلي 64% مقابل 36% للداخليه. التسديدات بقى 19 تسديده النهارده للنادي الاهلي، منهم اربعه على القائمين والعرض، يعني ثلاث خشبات النهارده فيهم بس اربعه، ولكن بقيه التسديدات كانت من جنب العارضه، تسديدات ضعيفه، فلكن وصلنا رقم كبير 19 تسديده. الناحيه الثانيه الداخليه خمسه، شفنا التسديده الوحيده اللي هي اتلعبت كانت فرصه خطيره جدا، حتى حصل منها الاكس جي الاهداف متوقعه قد يصلوا الهدف في الداخليه بالكوره اللي اتلعبت كروس والعرضيه واتلعبت طبعا جنب القائم. مظبوط. بالنسبه للنادي الاهلي قد نصل النهارده يعني هدفين ونص او نصل لثلاث اهداف من واقع التسديدات والفرص الكثيره دي بالنسبه للاهداف المتوقعه. نكمل ونشوف الشكل الهجومي النهارده، عندنا 14 فرصه، اربعه منهم كان بشكل محقق النهارده كان ممكن ان هم يترجموا لاهداف. بالنسبه للناحيه الثانيه الداخليه هم ثلاث فرص راحوا بيهم على المرمى كفرص بشكل عام، الفرص المحققه منهم هي فرصه وحيده كانت ممكن يعني تترجم لهدف، وشفناها اللي هي الكره اللي كانت جنب القائم اللي اتلعبت بالراس. يعني التمريرات الصحيحه النهارده، تخيل ان احنا النهارده الاهلي لعب ووصل لفوق 600 تمرير، منهم 560 تمريره بشكل صحيح، 86% الدقه بتاعتهم، وهنشرح التمريرات دي كلها ونشوف الاختراقات كانت منين والتمريرات كانت فين اخطر حاجه في الملعب خاصه في الثلث الهجومي. الناحيه الثانيه زي ما قلنا حتى في معطيات قبل المباراه ان الداخليه تمريراتها من اقل الفرق اللي بتلعب تمريرات، حتى الاستحواذ عندها كمتوسط في ال 25 مباراه 39%، فبالتالي هم من اقل الفرق اللي بتمسك كوره، حتى ما بنشوفش. كنت بقول لحضرتك قبل المباراه دايما بيلعبوا اللونج بول او حتى راس حارس المرمى بيلعب على طول ضربه المرمى بشكل طويل قدام على طول، فعندهم نسبه قليله جدا حتى الدقه عند تمريراتهم 75%. هنا بقى اللي بنتكلم عليها كابتن ايمن، وهنا بقى اللي بتبين الموقف كان عامل ازاي. التمريرات نرجع التمريرات اللي هي في الثلث الاخير، نرجع بس قبل كده عند النادي الاهلي 57 تمريره. ال 57 تمريره دول يا كابتن ايمن لو بنتكلم على الخمس ممرات كان في 50 تمريره، 25 من ناحيه اليمين و25 من ناحيه الشمال، يعني تخيل تمريرات خطيره جدا ان احنا وصلتنا في الثلث الاخير. الاختراقات حتى من العمق النهارده بسبع تمريرات فقط للنادي الاهلي، ده اجمالي وشرح ال 57 تمرير. الناحيه الثانيه عند الداخليه كان عندهم بس 20 تمريره بشكل عام في الثلث الاخير اللي هو الثلث الدفاعي عند النادي الاهلي. نكمل بقى عشان نشوف التمريرات الطوليه، زي ما احنا متفقين ال 61 تمريره طوليه اللونج بول عند الداخليه النهارده مشارك فيهم حارس المرمى بشكل كبير، بضربات مرمى كور يعني ما شفناش حتى زي ما بنقول عدة تمريرات قصيرة ان هم حتى يبنوا الهجمة من ورا، لا كان في لونج بول كبير جدا 61 تمريرة منهم 20 بشكل صحيح بدقة 33%. النادي الاهلي لعب النهاردة 40 تمريرة طولية، وده عنوان النهاردة هنترجمه هندلل عليه ببعض الحالات، لان احنا عايزين نقف عند التمريرات الطوليه واللونج بول. النهارده كان في تعليمات بشكل كبير جدا ان الاهلي يستغلها، فلعبنا النهارده 40 تمريره طوليه منهم 16 بشكل صحيح بدقه 40%. العرضيات النهارده الكورسات عند الداخليه 9 منهم 4 بشكل صحيح دقه وسط 44%، اما النادي الاهلي عمل النهارده 23 كروس منهم 9 بشكل صحيح وبدقه 39%. ركنيات 7 للنادي الاهلي مقابل ركنيه وحيده للداخليه. كسب الكرة النهاردة واسترجاع الكرة كان بشكل كبير عند الأهلي، وده طبعا بيدلل في التمريرات الكتيرة اللي فوق ال 500 تمريرة والاستحواذ، ان احنا كسبنا واسترجعنا الكرة النهاردة 105 مرة في أثناء المباراة، الداخلية 90 مرة، ولكن فقدان الكرة أو خسارة الكرة كان نسبة عالية جدا عند الداخلية يا كابتن عادل. ده أرقام المباراة، بعض الارقام هناخدها وندلل عليها ونشرحها اثناء الحالات اللي بتدلل على الارقام، ولكن سريعا ارقام اكرم، لان هو اكرم النهارده حصل على طبعا رجل المباراه، ولكن في بعض الارقام المهمه جدا عند اكرم توفيق النهارده عايزين نقف عليها. لعب 90 دقيقه، لمس الكره النهارده 113 مره، المره اللي فاتت يا كابتن المباراه اللي فاتت لمس الكره 92 مره، النهارده 113 مره. بالنسبه للتمريرات عنده 88 تمريره، 81 منهم بشكل صحيح بدقه 92%، تطور عن المباراه السابقه، رغم ان هو المباراه السابقه كان رجل المباراه، كانت الدقه عنده 88%، النهارده 92%،
فده بيدلل ان خلاص ان عنده 7 تمريرات بس بشكل غير صحيح، ان اكرم خلاص بدا ان هو يمرر تمريرات صحيحه بشكل اكبر ودقتها. لا نرجع بس سريعا للارقام اكرم، لان عنده تمريرات مفتاحيه النهارده شارك فيها يعني 4. كسب الثنائيات بقى كابتن، تخيل النهارده وصل ل 17 التحام ثنائي النهارده، كسب منهم 10 بشكل صحيح. الناحيه الثانيه الالتحامات الهوائيه اشترك في 3 وكسب منهم 2، عمل افتكاك لكوره او استخلاص لكوره النهارده بشكل كبير جدا مع الاعتراضات، كان في 3 اعتراضات و8 افتكاك لكوره واعتراضات وبلوك، والنهارده ان هو ساهم بشكل كبير جدا في، انا ما بتكلمش على معدلات الجاريه، بتكلم على الاكشنز اللي هي من الناحيه الدفاعيه حتى في المساهمات الهجوميه بالنسبه لاكرم. فبالتالي هو اعلى تقييم النهارده 8.3، فهو احسن تقييم، فبالتالي هو خد احسن يستحق او رجل المباراه للمباراه الثانيه على التوالي. اللونج بول شكلين بس في ارض الملعب، ده عنوان كابتن ايمن، كان في تعليمات كبيره لان اكتر ناس لعبت اللونج بول النهارده في كاختراق في العمق كان امام عاشور، وكان برضو قفشه. امام تخيل عمل 12 واحده منهم 9 بشكل صحيح، 9 بشكل صحيح من 12. من الارقام ايضا ان النادي الاهلي بيحقق فوزه السابع على التوالي، والنادي الاهلي زي ما قلنا الفتره دي مبارياته كلها مباريات كؤوس. النادي الاهلي بيبحث عن فوز، قلنا لحضراتكم يعني يمكن مستر الكولر باين على وشه يعني عدم الرضا عن الاداء النهارده، ولكن قلنا لحضراتكم في ماتشات ممكن ما نلاقيش فيها الاداء، ممكن يبقى في تباين في الاداء، ممكن ماتش زي ماتش النهارده مستر كولر قال ان يعني انا كنت اتمنى ان الاداء يبقى افضل من كده، وفي لعيبه بتنزل المفروض بتطلع احسن ما عندها، ولكن ممكن يبقى لعيب مش يومه، ممكن يبقى لعيب مش موفق. فالفتره دي هي فتره صعبه، هتقول لي احنا بنلتمس الاعذار ولا بنقول مبررات؟ لا، احنا بنقول الواقع، بنقول الحقيقه، بنتمنى دايما الافضل. طبعا بنتمنى الافضل، بيبقى في طبعا كلنا مستنين اداء اللي هو اعلى اداء بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، ولكن الفتره دي صعب تلاقي الاداء. زي ما قال مستر كولر انا كنت اتمنى طبعا الاداء يبقى افضل من كده، انا حذرت اللعيبه قبل المباراه، كان في بعض التعالي وهو ما ادى الى ظهور بعض اللعيبه بمستوى مش في مستواهم. فالوضع الطبيعي مش هو ده، الوضع الطبيعي في اداء لعيبه النادي الاهلي مش هو ده، ولكن في ظروف صعبه جدا. مش هقول بلتمس الاعذار، انما انا بقول الظروف اللي احنا بنلعب فيها كل يومين ثلاثه، الامور صعبه، في ناس عايزه تدي زي ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم قبل الاصابه كان تقريبا افضل مدافع في مصر، افضل قلب دفاع في مصر مع محمد عبد المنعم كان ياسر ابراهيم، الثنائي ده كان افضل 2 في مصر. الاصابه خليته يبعد كتير جدا جدا عن الملعب. ياسر عايز يرجع بسرعه، فعايز يعمل كل حاجه. في لعيبه بتقدر تيجي بسرعه، في لعيبه بتاخد وقت شويه، ولكن ياسر من ضمن اللعيبه اللي الماتشات دي ان شاء الله تجهزهم ويرجع زي قبل الاصابه. الرضا مستر كولر عن الاداء او عدم رضاه واضح جدا على وشه، واضح جدا على رده على الاسئله، كان واضح طبعا يا كابتن ماهر عدم رضا مستر كولر عن الاداء النهارده، ولكن اهم حاجه اللي هو الهدف من المباراة اتحقق، حتى لو بنقول يعني الأداء ما كانش هو الأفضل. يعني هو كان واضح أيمن طبعا ان هو زعلان، اول مره نشوف مستر كولر بالشكل ده في المؤتمر الصحفي، واضح عليه كان العصبية، واضح عليه ان هو ما كانش مبسوط من أداء لعيبة النادي الأهلي من خلال المؤتمر والنقاش اللي بينه وبين الصحفيين. والراجل كان عنده مصداقيه وصراحه، واتكلم يعني في نقط مهمه قوي. يعني اتكلم قال ان انا حذرت اللعيبه قبل المباراه، عنده احساس لان هو بالسيناريو ده ممكن يحصل بالظبط، انه مدرب ومتعايش معاهم اكتر من سنه ونص، فهو خلاص بدا يعرف منتاليتي وعقليه لعيبه النادي الاهلي واللعيب المصري، فهو بدا يحذر اللعيبه قبلها بيومين ويقول لهم ناخد بالنا.
المباراة الداخلية احنا طبعا شفناها، لان هو مستر كولر من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها ان كل مباراة بيبدأ الوضع التحليلي ليها، اتفرج عليها الاول هو وجهازه، ثم بقى بعد كده يبدأ يشرح او يفرج اللعيبة على اداء الداخلية. فهو حس ان لعبة النادي الاهلي ممكن تكون تاخد المباراة دي مش محمل الجدية، ان ممكن يبقى انا هكسب في اي وقت ومباراة سهلة، نتائج الداخلية بتقول كده، وضعه في الجدول بيقول كده، فدي كلها مؤشرات بتدي ثقة للعبة النادي الاهلي. صحيح. لكن هو الراجل قال ان انا بحترم كل فرقة، ودي حاجة فعلا دي ميزة في الراجل. صحيح. انا بحترم كل فريق. صحيح. وفي نفس الوقت بنى لعبتي هذا الاحترام عشان هم كمان يحترموا الفرقة لما ينزلوا الملعب، ينزلوا الملعب ويبقى الاداء اداء جيد وايجابي بالنسبة لنا، يساعدنا على المهمة اللي جاية بعد. صحيح. كده كلم ايضا في نقطة مهمة جدا عن محمد الشناوي، وقال انه قعد مع محمد الشناوي وكلمه ان هو كان بعيد الفتره دي ولعب فيه مع المنتخب مصر، وبعدين جه لعب مع النادي الاهلي. فدي كلها ضغوط بعد الاصابه، ضغوط ذهنيه، ضغوط بدنيه، وهو زيه زي اي لعيب في الملعب، ولكن التدوير مش هيبقى زيه زي اي لعيب في الملعب. وده نفس الكلام اللي قالوه نجومنا النهارده، يعني ممكن ماتشين ثلاثه يبقى الشناوي متواجد، بعد كده عشان الضغوط جامده يبقى مصطفى شوبير موجود. احنا المهم في الاخر خالص عندنا اثنين، يعني انا بقول افضل حراس مرمى في مصر، محمد الشناوي ومصطفى شوبير. قال ان محمد الشناوي جول كبير، تفهم الموقف عشان بس الناس اللي بتقول او الناس اللي هتطلع تقول ان الشناوي عمل مشكله او الشناوي اللي مش ماشي كويس في ماتشات، لا بالعكس، الراجل ادى الشناوي حقه كويس جدا. الشناوي حارس مرمى مصر، الشناوي شال الاهلي في اوقات كتير جدا، بس راجع من اصابه، مجرد رجوعه من اصابه وهو مصاب اصلا كان في مصطفى شوبير في الملعب، مصطفى ادى اداء ولا اروع، واثبت ان حراسه مرمى النادي الاهلي بخير، حراسه مرمى مصر بخير. فالتوقيت ده ممكن الشناوي ده، وده اللي قاله مستر كولر، ياخد ماتشين ثلاثه وبعدين يريح عشان الضغط البدني والعصبي والذهني اللي واقع على الشناوي بعد رجوعه من الاصابه، مصطفى شوبير هياخد. يبقى انت ما بتبعدش مصطفى شوبير كمان عن الملعب، لا انت بتحاول تخلي مصطفى شوبير معاك، لان مصطفى اجاد في الفتره اللي انت اعتمدت فيه عليها، سواء في مباريات الدوري او في البطوله الافريقيه. كابتن شريف معانا بعض الحالات جاهز بيها فريق الاعداد ووائل زجاله، لو معانا الحاله الاولى نبدا بيها. ماشي كابتن، ده في بدايه المباراه، اتفضل كابتن. واضح من بدايه المباراه الشوط الاول ده كان احسن شوط للاهلي النهارده، تحركات اللعيبه، انتشار اللعيبه، كل لاعب بيحاول ينزل لتحت والتاني يطلع لقدام ويعمل سويتشات في الكره دي. نمشي الصوره، هو تقريبا خلينا ثابتين كده، تقريبا الداخليه من بدايه المباراه تقريبا بيلعب 5-4-1، مش تقريبا، هو بيلعبوا 5-4-1 طول المباراه كده، متفقين من قبل الماتش ان هم 5-4-1. ف وانت التحضير عندك وانت اللي عامل البريس على الضغط وكل حاجه وبتبحث عن الهدف الاولاني. كويس، نمشي الصوره، نمشي. ادي السويتشات اللي بقول لك عليها، واحد بينزل لتحت والتاني بيتحرك وواحد حد بيخش في العمق، وده ايديال بالزبط. ده بصراحه كده ايديال، ودي كوره كان لازم تتلعب، كانت لازم لا تتلعب. نجيبها تاني، نجيبها يعني لما الكره راحت بقى لرضا سليم، رضا كان ممكن يتصرف فيها افضل من كده، ظهره للعمق خدت بالك، فكان عايز مش ما لطشهاش على طول. لا انا هوري لك كام واحد بيكمل في ال 18 لسه، ماشي ماشي، بس لسه. لما يعدل نفسه بقى هنا، بص بقى كم هو ما عنده هنا، لازم كان يعمل لكهربا في كهربا، في امام مكمل، وفي مكمل من الناحيه الثانيه كمان، ده حسين الشحات على ما اعتقد. هو حب في اول المباراه يستخدم الحاله البدنيه بتاعته ويعدي، وكان شايف ان هو ممكن بسرعته انه ممكن يعدي. هاي. ولكن انت عشان تعدي لازم تلف من بره قوي، يعني ما تروحش في جسم وما كانش فيه مساحه، وما فيش مساحه، ما تروحش كمان في جسم المدافع وعايز تعدي من جنبه، فبالتالي هيحصل اصطدام. صحيح. كان هنا ممكن ياخد ضرب الجزاء، ولكن الحكم واللاين مان والفار ما شافش يعني. صحيح. طيب كابتن اسامه، الكره دي بدايه هجمه للنادي الاهلي، بدايه هجمه هنا الداخليه، ولو ان ده في الشوط الاول. ايوه، بس الداخليه كان
بيعمل ضغط على النادي الاهلي من التلت القدام. هو بيحاول يخلي الثلاثه اللي قدام اللي هم شريف دابو ومحمد الظريف واسلام عبد النعيم ان يضغطوا على مدافعين النادي الاهلي ومصطفى شوبير عشان ما يحضروش من ورا، لكن برضو النادي الاهلي قدر يبنيها من ورا. الكره اتقطعت واستعدت الكره مره ثانيه. استعدت الكره مره ثانيه ونقلات مميزه، بس في الاخر كان ممكن يعني هنا هو بيحاول يطلع كده عشان الاهلي ما يبتديش من ورا، لكن ما كانتش ليها فايده لانه ما كملوش. يعني الثلاثه اللي قدام راحوا يضغطوا والاثنين اللي وراهم والخمسه اللي تحت ما ضغطوش معاهم عشان يكملوا الضغط. والاهلي قدر يوصل لنص ملعب. الاهلي تنقل الكوره بسهوله جدا وبيكمل، لكن ما كانتش بتكمل الكوره والاهلي استردها تاني، وبرضه فضلت الاهلي بينقلوا. قفشه طبعا عنده الاستلام والتسليم كويس. بس خلينا هنا. لا نرجع لكهربا. كهربا كان ممكن يتصرف في الكوره افضل من كده. نرجع تاني لان بص قفشه عمل ايه بعد ما لا ماشي. نكمل تاني. يعني قفشه وهاني عملوا هنا مع بعض كويس وقفشه راح. نكمل تاني برضه. كمل بس هي فكره كهربا حلوه انه يلعبها من ورا 12 اللي هو محمود منصور لرضا سليم، بس هو دقه الاداء بتاعته ما كانتش مظبوطه. بس بص يا كابتن، لو هو باصص على امام او حاسس بيهم بلاش وحسين الشحات، ده كان هيبقى اخطر من رضا سليم. بس هو خلي بالك، هو لو اتلعبت لرضا سليم مظبوط في يعني في الحته الفاضيه دي ورضا سليم بوشه كده كان راح للجون، او كان حد وهم مكملين بقى الباقيين. طبعا لو كانت راحت لرضا سليم كان حسين وامام وبتاع يخشوا جوه ال 18. فهو تصرف القرار الاول انه يعمل كده قرار سليم، بس هو التمريره نفسها بقى دقه الباص هي دي اللي مش مظبوطه. يعني انت بص لما نخلي نكمل الكوره بص هو لعبها للمنصور لمحمود منصور اللي هو 12. ايوه لكن هي لو اتلعبت لرضا يعني في الحته الفاضيه كان رضا ممكن يسبقه ويكون قريب من الجون. او طيب دي كره ثانيه برضه يا كابتن عادل، وهجمه برضه ممكن نقف هنا بس لحظه. ماشي نقف. انا في سؤال اساله لك كابتن امام. لا سؤال اساله لك. اتفضل يا كابتن. هو ليه مستر الكره بيسمح في المؤتمر الصحفي يتكلموا بره المباراه؟ انت قلت لي قبل كده ما يتكلمش غير في المباراه. ليه يعني؟ انا يعني احنا دايما بنشتكي ان ممكن الناس عايزه تدخلك في مشاكل. خلاص من حقه، ده قانون. انا بكلمك قانون في اللي هو المؤتمرات اللي بعد المباراه، تتكلم في المباراه بس. انت لما يجي لك صحفي يكلمك في اي سؤال خارجي، انت كمدرب من حقك تقول له لا انت كلمني على المباراه، ومن حقك تجاوب. لا انا ما بجاوبش. لا لا لا، كلام عادل صح. انا ما المفروض المباراه للمباراه، اسئله المباراه تبقى في احداث المباراه، لكن الاسئله الخارجيه دي تبقى في مؤتمر صحفي. انا بقى مقابله بتاع، لكن مش انا. بص يا كابتن ايمن، ما جاوبش. ليه ما جاوبش؟ يعني ايه فايده النهارده اللي بيساله بيقول له هو الشناوي ماله؟ طب هو ماله يعني؟ الراجل ده ماله يعني؟ الشناوي شناوي لعيب كبير، كابتن الفرقه، كابتن منتخب مصر. لا يعني جم منتخب مصر الاول، افضل حارس في مصر بقاله 15 سنه ولا 10 سنين، فكل الحاجات دي هو الراجل بيكلمه يقول له لا يعني. يقدر يعملها. يقدر يعملها ويعملها كويس قوي ويتكلم في حدود المباراه. انت عارف انك لو سالت سؤال مثلا على نيتك في التغيير مالكش حق انك تسالني، بس الراجل مهذب فرد بالاجابه يعني. لا ما هو بص يا كابتن، ده احتراف. احتراف ان هو ما يجاوبش ويقول خارج نطاق المؤتمر الصحفي. طيب بعد كده ارجو انه يبلغوه بالامر ده، لانه هو لازم يعرف انه بيدخلوه في مهاترات. ممكن يدخلوه في كلام يطلع، اصل المدرب بيطلع زعلان، ممكن يكون زعلان من موقف يا كابتن ايمن، ومضغوط طول المباراه. فالمدرب المضغوط ده ممكن يغلط، تاخد عليه كلمه. فانا اتكلم بس في حته المباراه. اتفضل. طيب نجيب بقى الحاله الفنيه، نرجع تاني يا زجاله معلش. طيب بنجهزها مره ثانيه. طيب ماشي يا كابتن عادل، انت شايف ان مستر كولر يعني بصفه عامه اتكلم كويس على
المباراة، اتكلم كويس على فرقة الداخلية، اتكلم وقال ان فرقتي النهاردة ما كانش كويس بالزبط. وكان زعلان جدا كل الكلام اللي قلناه واضح عليه. على فكرة على فكرة احنا لما بنقول الكلام ده احنا ما بننتقدش فرقتنا، المدرب كمان النهاردة قال نفس الكلام. انا بتكلم عن نفسي اللي انا قلته بين الـ بين الـ الـ بعد المباراة، قلت ادائنا ما كانش كويس والحاجات دي كلها ليه؟ خوفا على الفرقة. فهو بداية علاج اي موقف انك تشخص الموقف صح. فمستر كولر اتكلم النهاردة عجبني في المؤتمر الصحفي ان قال الفرقة عملت 1-2-3 غلط، وانا كنت زعلان قوي ان هم خدوا المباراة بالشكل ده وبالحمل ده والحاجات دي كلها، ده يدي دافع للمباراة القادمة. دي مهمة جدا يا كابتن ايمن، انك انت تحسس لعيبتك طول الوقت لازم تخلق حافز جديد، اللي هو الحافز اللي هو يعني احيانا لما بتكسب تكسب 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 اللعيبه اللاعب المصري بيجي له فكره في دماغه انه هيكسب في اي وقت. مقوله مكسب بيجيب مكسب احنا بنستخدمها غلط كلاعبين. مكسب بيجيب مكسب ده ثقه المكسب انك تأدي احسن من المباراه، لانك انت اديت المباراه دي كويس فكسبت، المباراه القادمه تأدي افضل، لكن مش هو الموضوع عشان كسبت المباراه دي هتكسب المباراه. لو ما اديتش في المباراه دي مش هتكسب. النهارده الداخليه انت بتلعب ماتش من الماتشات اللي اقدر اقول لك انك انت انت تجاري في الوقت اللي فات، انت ماتش الاتحاد لعبته تجاري برضو. انا مبسوط من الامر ده، والله يكون في عون اللاعبين وكولر وكل المنظومه، لانه من الصعوبه يا كابتن ايمن تخرج من ديل 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 دي، من الصعوبه انك تلعب كل 3 ايام ماتش في ظل لو انت فرقه مريحه قبل كده انا العب. بس هو في نقطه عادل، هو انت مجهد، في نقطه هو قالها حلو انا عجبتني اللي هي ما جابش مبرر للمباراه المضغوطه خالص. هو خالص. هو كان متضايق انه قال في لعيبه ما بتلعبش ازمنه طويله، لما تنزل واحنا قلنا الكلام ده لما مزبوط. تنزل مفروض تأدي أفضل من كده. ماشي لو هو يعني زي ما احنا كنا بنقول في بعض اللعيبة ان هي لعبت كتير ومضغوطة وبتاع وبتلعب المنتخب، اللعيبة اللي لكن في لعيبة لازم تثبت نفسها. طب انا وانت عايز تاخد عايز تاخد مكانة في الفرقة ازاي؟ افضل حيلة عايزني اجدد لي عقدك ازاي؟ عايزني افضل حيلة للمدرب لما يكون عنده جاهزية كبيرة جدا من اللعيبة. يعني في المدرب اللي بيلعب بلعيبه اضطرالي او مضطر انه يلعب لاعب عشان ما عندوش اللي هو مصاب ولا مش مصاب يا كابتن ايمن، ده الافضل ولا لما انت تقعد تختار ما بين صح. الاجهز والاجهز والاجهز مزبوط. اجهز يعني مزبوط. يعني دي الحيره الجميله اللذيذه اللي احنا صحيح. دائما المدربين يرتاحوا لما يلاقوا حاجه زي كده. مستر كولر النهارده قال كلمه تاني يعني في الحته اللي هو اتكلم على، هو ما اتكلمش على الاجهاد بمعنى الاجهاد، اتكلم على الجدول. ما تسالونيش انا، اسالوا اللي بيحطوا، ما تسالونيش انا، ده ادعى انه ما يتكلمش. لانه لما حد يساله سؤال زي ده يبقى عاوز ايه منه؟ عايز يدخلك في منظومه، عاوز يخليك تخبط في منظومه. ما انت شايف ان انت هتلعب ماتشات كتير قوي. هو خلاص هو جاله الحته بتاعت الايه، انه بقى عارف خلاص انه النادي الاهلي هيفضل يلعب ماتشاته الاخيره بالوقت ده، علشان هو النادي الاهلي اللي بيمثل الكره في كاس العالم للانديه، لو مستعجل خلاص لا والله. هنرجع للحاله بقى اللي احنا ماشي، لو الحاله موجوده يا ريت نجيبها مباشره. اي ادي الحاله يعني ده برضو ايوه تحضير من الخلف. وقف هنا بس لحظة، أفضل حاجة إن محمد هاني واقف يا زجلو برجاوي واقف. أفضل حاجة إن محمد هاني فاتح أولا الملعب كويس. رقم اتنين رضا سليم الدياجونال اللي عمله ده الحتة الوحيدة اللي بتبقى ورا الباك يا كابتن أيمن تبقى الفاضي، إن نمررها أوكي نكمل أوكي. ماشي يقف بقى هنا اقف هنا بقى وبعدين افتح الكده. ليه لعبها بالسرعه دي؟
في حاجة يا كابتن أيمن في كرة القدم في الأيام دي ما بقاش الكروس التقليدي بيتعمل اللي هو اللي تحت اللي هم القادمين من الخلف. ما احنا بنشوف علي معلول بيعملها كتير. اه ده علي 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 معلول مميز فيها. مميز فيها لكن مش هو المميز اللي بيلعبها. المميز اللي بيتحرك لي يعني هي يا كابتن أيمن يعني احنا هنا بص خلينا كده واقفين ادي واحد اتنين ولا الاحمر اللي هو في الصوره ايوه ماسك مان ولا شايف الـ 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 الخصم ولا احنا منتشرين كويس. بص الثلاثه واقفين بس لحظه واحده هات لي الكره ورضا بيلعبها هل هو بص ولا لعبها على طول على المغمض؟ ماشي نكمل هنشوف. هو اتحرك كويس قوي وهاني ماشي. لعبها له كويس قوي هو التحرك كويس الباص كويس ماشي والفتحه الملعب كويس وهاني حطها كويس بس. وهو كده بص هو بص بس شوف هو فتحت منه بس انا عاوز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن هو اول اقف بقى هنا اقف هنا بص يا كابتن اللي عند الكورس هناك ما هو دي ال 1 3 بقى دي 1 2 اللي هو هيحطها ورضا سليم هيرفع تمام الثالث اللي هياخد من رضا سليم يجب اقف كده يجب ان كان في واحد على القريبه خلاص تاخد انت السبرنت على القريبه ارجع تاني وافتح تاني لا رجع افتح الكادر يعني رجع الكادر خالص ارجع خالص للكره بس هنا اقف هنا مين الاثنين اللي هناك حسين الشحات ومحمد مجدي كهربا متاخر هنا بص كهربا تحت خلاص يا كابتن اسامه كهربا بقى في الوقت ده هو الديفندر مين اللي بقى في الراس حربه المفروض قفشه وحسين الشحات حسين الشحات يشتغلوا شغل الراس حربه هو اللي جنب رضا ده اكرم توفيق مش كده اكرم مكمل ماشي انا موافق كان عايز يروح لكن انا بتكلم كان عايز يروح الحته دي مين يا كابتن مين اقرب واحد لازم قفشه وهي بتتلعب سبرنت على القريبه كان عارف لو عمل سبرنت على القريبه كان رضا سليم اول ما وصلت له هيحطها جون على طول ايوه صح ودي خد بالك الراس حربه ممكن يعملها بسهوله يا ايمن يا كابتن مفيش جمله في كره القدم لحظه كابتن ماهر معلش انا اسف مفيش في كره القدم دلوقتي ايوه طبعا يعني بص كهربا نزل بقى ادفنت مظبوط اللي راح هناك بقى راس حربه اعمل واجبات وظيفات الراس حربه المركز ما فيش لعيب دلوقتي بيلعب مركز يعني كل القادمين من الخلف دول كلهم دي مهاره انك انت ازاي بتروح علشان كده لما قلت لي علي معلول بيعملها كويس الافضل من اللي بيعملها كويس اللي بيتحرك كويس طبعا. مع اصل الناس فاهمه الباص كابتن الناس فاهمه لما واحد بيعمل باص ويتحرك حلو الموضوع مش اللي معاه الكوره هو مهارته الموضوع مع اللي بيتحرك له وبيبين له نفسه لما يبقى واحد واثنين وثلاثه واربعه واقفين صحيح. اعرف ابصيلك وبصيله وبصيله وتبقى كويس ودي جمله دي جمله دي جمله يا ايمن يا عادل جمله معموله في التلت الهجومي بتتبني عن طريق الاطراف في الاوفرلاب وخلق المساحه صح. وبعدين التكمله بتاعت رؤساء الحربه او اللي موجودين داخل ال 18 ازاي الانتشار بتاعه صحيح. واحد على القريبه زي ما انت قلت واحد على الوسطانيه واحد على البعيده واخد بالك عشان لو عدت ده تلاقي ده لو عدت ده تلاقي ده وبعدين طيب. الوصول للاخر خلاص بقت اجباري زي علي معلول بيعملها اجباري النزول لتحت دي جمله برضك بتدربوا عليها اوصل للخط مش هعمل كروس لان الكروس هيبقى ضيق على المدافعين فرصه للمدافعين يقدروا يقطعوها لكن نزولها لتحت هتصعب عليهم المهمه او على الاقل قبل ما يلعبها يبص كده بالظبط يبص ما هو لازم يبص صحيح مهم قوي طيب نجيب لقطه الهدف تاني نجيب لقطه الهدف من البدايه خليها من البدايه جميل. هي الكره كانت فين الاول لا بص الملعب هاني داخل معاهم واحنا قطعنا الكوره وبعدين امام عملها هاف كروس جميل جدا دي جمله برضك من الجمل اللي بقت اخطر من الاوفرلاب اللي هي الهاف كروس أيه. اللي عمله امام وامام عملها اكتر من مره عملها اكتر من مره صحيح ديت بتوصلك كمان للجول بشكل كبير قوي بشكل كبير واتعملت كمان كهربا. في المنطقه المؤثره في قلب او في عمق ال 18 نقف هنا لا نقف لما جت لي كهربا والكره بتتلعب من امام لكهربا أيه. بس نقف هنا كابتن كهربا كمان يعني طلع وسند بصدره بشكل كبير جدا وبثقه وبعدين كهربا سهل على نفسه الماموريه ايوه ان هو صلح الكوره بترقيصه لاثنين مدافعين يعني هو لما حط بطن رجله اهو قفشه
قفشه صلح الكوره. ايوه بترقيصه رقص الاثنين تقريبا بالظبط كده بترقيصه جميله قوي وسع لنفسه بالظبط للاثنين وبعدين هوب قرر التصويب بقى ما فيهاش غير التصويب برجله الشمال بشماله حلو صعبه جدا جدا الجول مركب صح. هجمه مركبه بشكل كبير جدا عملوها لعيبه النادي الاهلي بصراحه ال 30 دقيقه للنادي الاهلي في الشوط الاولاني كانت فيها جمل مركبه مزبوط. في الثلث الهجومي للعيبه النادي الاهلي صح. مؤثره بشكل كبير حاجه جميله يعني صحيح. اول مره نشوف يا ايمن تحركات لعيبه النادي الاهلي وتنفيذهم للجمل التكتيكيه في الثلث الهجومي زي ما بيتمرنوا صحيح. فدي حاجه كويسه على فكره يا كابتن شريف كان في تحركات وايجابيات كتير جدا الشوط الاول من لعيبه النادي الاهلي بص برضو دي هجمه وقدر يقطعها لعيبه النادي الاهلي في نص ملعب الداخليه اتفضل زي ما اتفقنا مع بعض انا وانت وكل الكباتن ان الشوط الاول كان فيه نزعه الانتشار والضغط على الخصم لانهاء المباراه كويس في تنوع بص القطعه من هنا كويس قوي اكرم توفيق اكرم قطعها وعندنا انتشار وعندنا لعيبه كتير جدا عدد عندنا يعني كثره عدديه في نص ملعب الخصم والتحرك والانتشار زي ما قلت لحضرتك اتفضل كل اللي حصل في الشوط الاول ده واضح جدا ان فرقه الداخليه عايزه تاخد كونتر اتاك وتعمل عليك اي كوره انت مش مديهم المساحات عشان كده انا احنا اتضايقنا من نتيجه الشوط الاول نتيجه الشوط الاول دي لا تعبر باي شكل عن سير الشوط هنا في تصويبات في فكر في التصويب في حاله بدنيه لسه لغايه 45 دقيقه واقفه على حالها في تحركات ولكن التركيز في انهاء الهجمه هو ده اللي كان غايب عندك في الشوط الاولاني بص ادي الرؤيه انا اول مره اقول لك حاجه من ثلاث ماتشات اشوف لعيبه الاهلي بيتحركوا بهذا الشكل يعني كره زي دي مثلا يا كابتن لو لا خدها بدل ما يحطها خدها لنفسه سهل جدا هروح تطلع بعد كده بس بعين نجيبها تاني برضو بص يا كابتن شريف تيجي برضو كده لا تيجي ضعيفه كده تيجي ضعيفه كده تيجي في الزاويه البعيده لا هو عملها ضعيفه لكن تيجي في الزاويه البعيده كده لو هو لا خدها ولا ماشي. حطها صح هو بص عايز احط الهجمه اللي انت قلت لي عليها انا هقول لك حاجه الكره دي الماتش اللي فات بين الداخليه وسموحه كره زيها بالظبط بس من الجنب حسام حسن جابها في محمد ايوه ايمن جاب الجول الاول أيمن فيه ايمن ايمن هي ده. ايمن معدوله ان يعملها ببطن رجله في الزاويه البعيده هي هو تنفيذ القرار بس هو اللي جت ضعيفه في لكن هي في الزاويه الثانيه دي جول يعني لو جت راحت هتيجي جول بالظبط يعني صحيح مش بس هو تنفيذه للقرار هو اللي وحش زي ما كابتن شريف بيقول ممكن يستلمها ويحطها ماشي لا هو بس لا ممكن مره لا استلم وخدها وعايز اقول لك على حاجه ده الغريب فيه ده هو بتاع الحاجات دي اللي بيستلمها وبياخد الكره وبيحجز عليها وبعدين بيبعت بس هنا استغنى خالص عن الستايل بتاعه بس انا اقصد يا كابتن شريف انت مثلا كفيرويد مش ممكن تيجي لك كده وتروح واخدها لا واخدها بوش رجلي بقى ببطن رجلي الخفيفه دي كده بوش رجلي بقى وبطوعها هي دي بعيدة. طيب هات لي الكره دي تاني من اولها لا من اولها من ساعه ما اتقطع ايوه بالظبط تقولت يا كابتن اسامه الكره ديت وخدها امام عاشور ورضا رايح في حته كويسه قوي مظبوط رضا النهارده ويمكن انا قلتها لك بين الشوطين بيتحرك كتير في الجنب كويس قوي ولكن انهائه للكرات العرضيه ما كانتش مظبوط يعني بيتحرك ويجري زي الكره اللي قبليها دي اللي لعبها بعيد قوي يعني تصرفاته في التلت الاخير ما كانتش مظبوط وامام لكن طبعا ده ماشي اديني الكره خليها الكره قبل ما الشحات يلعبها اتنقلت كويس قوي بين امام كويس. ورضا ورجع تحرك كويس من حسين تحرك من حسين بس هنا بس كان ممكن يعمل ايه حسين افضل من كده انا شايف برضو نفس الشيء اللي قلته على الكره اللي قبليها هي برضو هي ماشيه كده ممكن يشوطها زي ما شاطها بس تلف تلف يعني في الزاويه البعيده هو حظه بقى ان هو اسامه هو مميزاته انه بيستلم وباخد قرار بهدوء هنا كان ممكن يلم يعني كان عنده هسه ياخد الكوره ويلف بيها او يشوف الراجل اللي جاي على اليمين ده ممكن يحضرها له تاني عنده 30 حاجه هو الدنيا اتزنقت عليه ماشي يا كابتن بس برضو تتشاط في الجون يعني 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 تمريره امام عاشور وهي ماشيه كده ممكن ينتشر تروح تلف لا ممكن يجي جون يعني هو تنفيذ القرار وحش لكن هي برضه مره واحده ممكن تروح تنفيذ القرار وحش ليه يا كابتن اسامه الاهم
انه مش عارف الخطوط هو فين واقف فين عدلته وعدلته فين. دي ما تتشطش لان الزاويه اتقفلت ماشيه كده. لا لا ممكن تتشاط يا عادل. لحظه بس امشيها فاقول لك ليه يا كابتن تتشاط. بص يا كابتن لو هو حاسس باللي وراه وصل لفين ما تتشطش تقف يقف عليها ويلعبها يا عادل. انا بتكلم او يعدي منه كفرود في المكان ده وراحت يعني له الكره بالطريقه دي. لحظه بص دي مش ممكن تروح تلبس في الـ في الـ في الزاويه الثانيه. زاويه تمريرتها مقفوله. بص انا شايف لحظه يا كابتن انا شايف ان هي ممكن نسمع بعض. طيب يا جماعه انا شايف ان هي ممكن تتشاط. طب بص يا كابتن اسمع بعض. طيب يا كابتن بالراحه بس اسمعني اقول لك حاجه. ماشي الوضع التشريحي بتاع اللعبه حارس المرمى فين والمدافع فين ماشيها واول ما يشوط نوقفها برجولنا اهو. بص يا كابتن واقف هنا كله مقفول اللعيب اهو مقفول علشان كده اللعيب لما يكون باصص عارف لو كان حسين جه شوت وعمل كده كان خرج ده بره ايوه وكان حطها في البعيده. انا برضو شايف ما تتشاطش واحده. لا تتشاط واحده تتشاط واحده وجهات نظر هي تتشاط واحده بس هي ما لفتش معاه زي ما هو عايز. لو لفت هتخبط في المدافع. لا خلاص مش هنجادل كتير. انا عايز اقول خلينا عايز اقول حاجه مهمه قوي يا جماعه. اتفضل يا كابتن. خدوا بالكم عشان الحاجه الجميله النهارده اللي احنا لاحظناها ان مهاره التمرير هي من ايجابيات المباراه باجملها والتحركات بدون كوره للعيبه النادي الاهلي في الشوط الاولاني من ايجابيات السؤال اللي سالته لاسامه. مظبوط. فالنهارده كل اللقطات اللي بقى لنا مخرجنا العظيم بتاكد ان فعلا التمرير هي تحركات كمان والتحركات خدمت طبعا. التمرير طب. يعني الاثنين مع بعض خدموا بعض بشكل كبير جدا عشان كده ظهر لنا الاشكال المتنوعه في الثلث الهجومي وخطوره لعيبه النادي الاهلي من خلال التمرير كويس. والتحرك بدون كوره. طب خلينا نسالك كابتن شريف الافضل رضا سليم ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ والله هو نجح معانا في ناحيه الشمال يا كابتن ايمن من ساعة ما رجع ناحيته ناحية اليمين واحنا بنستعين بيه في ناحية اليمين في الرياب بيرسيتا والحاجات دي. عنده حرية خدت بالك؟ عنده انطلاقات بص يعني عنده مساحات عنده كل حاجة ولكن برضه اللاعب لما بيرجع من إصابات وما بيبقاش متكرر في الدخول والخروج من المباراة بتبقى عنده حكاية الثقة دي في الأداء والتحركات بتاخد وقت. بتاخد وقت شوية. لا وبعدين برضه يا أيمن أنا وجهة نظري ما هو برضه اللعيب لما احساسه ان يلعب مره ومرتين لا وبعدين 10 دقايق وبعدين 5 دقايق انا حاسس شويه انه فاقد الثقه شويه. طيب دي كوره كابتن لا هاتها من الاول هاتها من الاول. احنا بس عايزين نشوف بقى انتشار لعيبه النادي الاهلي هنا ونشوف المساحات اللي فاضيه في الملعب ونشوف التكتل اللي هناك الثلاثه اللي تقريبا اربعه لا الثلاثه اللي في حته بسيطه جدا واقفين جنب بعض اللي واقفين جنب بعض الوضع التشريحي بالنسبه لهم كابتن اسامه يعني لازم كره زي دي أي. امام وهو واخد القرار ده لازم واحد قفشه يجي كده يتحرك او بالزبط. او حسين الشحات او كهرباء اي واحد فيهم لازم يبقى في ضغط زي الكره اللي حسين الشحات اتحرك فيها دلوقتي اللي قبليها وزي اللي الكره اللي اتحرك فيها تسليم. لو واحد جه وقطع في الحته الفاضيه دي كلها كانت وهو ليه القرار يا ايمن نكمل طب نكمل ليه القرار ده ما تشوف في واحد بيفتح على اليمين اهو. بص الراجل على اليمين اللي فتح ده لو اترحت له اي كره عرضيه للثلاثه بقى اللي هناك دول جول يعني هو نقى الصعب دي هي فهمت قصدي هي الهجمه يعني باظت الراجل لو عمل لرضا سليم الناحيه دي كده هيلعبها بالعرض جول الثلاثه دول هتلاقيهم داخلين على الجول. وصلت يا كابتن لا وصلت صح ماشي يعني وصلت انا بقى الحفاظ عليها من اهم العيوب كانت عندنا النهارده رغم ان تحرك الشوط الاولاني كنا كويسين حته اللامبالاه في الباص يعني دي ازاي تتحول كده وبعدين تتعمل الباص الطويل يعني لا اتعملت طويله كويسه استلمها امام. بص يا عادل بص الراجل فتح ماشي يا كابتن لكن استلمها خلاص هناك استلمها بقوا ثلاثه كان لازم نتقل عليها. انت عارف ان احنا بقينا اربعه على ثلاثه احنا كنا اربعه على ثلاثه ماشي الباص الاولاني اتحط كويس الباص الثاني بقى لازم اعتني اتقل على الكره اتقل وارجع تاني للي بره بالزبط. اللي بره كان سند ولعب على هنا كان راح يقول الاستعجال صحيح. التدوير دايما يا كابتن بيعمل خلخله في المدافعين
بص تلاقي الفرق المان سيتي والفرق دي كلها لما بيجي ما بيفنش اللعبه يا كابتن ايمن بتسرع بيتحرك يتحرك 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 يغير الناحيه دي وبعدين يرجع تاني يغير الناحيه دي ما بياخدش المضمونه يعني بص لما الثغره تبدا تظهر اللي هي برده زي ما قلت للكابتن اسامه الراجل اللي شاط اللي في دي فرصه ان الكره تعدي قليله قوي ولكن فرصه ان الكره تقف وترجع تاني وتعمل هجمه تاني ماشي افضل بس كتير بس هو بس ده الفرق فراودة كتير في الموقف صح ده لما تجيله كوره سهله كده بيلف ويشوط يعني طيب خلينا كابتن مار اكلمك قبل ما ناخد بقى الكابتن ناصر رجل مباراه اليوم زي ما طلعت على الشاشه والناس اختارت اكرم وكمان يمكن محمد الباز يعني جاب الارقام اكد لنا على ارقام وتحليلات جميله اكدت ان اكرم هو رجل المباراه كابتن شريف اكرم توفيق كابتن اسام انا صراحه كنت عايز احجبها يعني بس يعني على الجهد المبذول والاصرار يبقى هو اكرم توفيق يعني أكرم توفيق هو طيب كابتن عادل رجل المباراه اليوم قلبه يدي له رجل المباراه صحيح طيب بنرحب بزميل العزيز كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي لتقييم اداء حكام اليوم منور يا كابتن الف مبروك النادي الاهلي تحياتي لكابتن علي تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي تحياتي للنجم الكبير الكابتن ماهر همام كابتن ناصر والكابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا منورين يا كابتن مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي الداخليه سريعا كابتن ايمن بنتكلم على طاقم التحكيم قبل المباراه قلت لك ان المباراه صعبه كابتن ماهر صعبه جدا والكل قد يتخيل على الورق ان المباراه سهله لا المباراه صعبه جدا تحكيميا اختبارات كثيره جدا لطاقم التحكيم داخل مناطق الجزاء هل نجح الحكم فيها هل نجح في بعضها وفي حالات ثانيه الكلام دوت من خلال الحالات اللي معانا كابتن ايمن هنشوف ونحلل اداء طاقم التحكيم ابراهيم محمد قلنا من الحكام الصاعدين سنه صغير وكانت مباراه بالنسبه له صعبه النهارده اعتقد من خلال الحالات هنشوفها وبعد كده نقيم اداء طاقم التحكيم بالكامل. معنا اول حاله وانا بتكلم هنا كابتن ايمن على اول حاله وهو ده معيار الحكم في احتساب المخالفات. هنا الحكم هنا معياره ان التنافس مفيش مخالفه. هنا في تنافس هنا ما بين الاثنين لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي الداخليه نشوف هنا الاثنين بيتنافسوا وهنا بالتالي هنا مفيش اي مخالفه ولا من المدافع ولا من المهاجم وهنا كان استمرار اللعب من الحكم ابراهيم محمد يمكن دي كانت اول حاله معانا كان قرار صحيح ويمكن دي اديته ثقه كتير هقف هرجع تاني هنا هرجع تاني هنا خلينا نشوف الحكم هنا وعنده قراءه للعبه وشوف ازاي هو بيتصرف ازاي هو بيعمل سبرنت للحاله مش متراخي هنا بيفتح سبرنت كويس قوي بيروح في المكان وبيبتدي يبص كمان على المساعد وبعدين بيبتدي يدي التسلل وهنا القرار من وائل شعبان اللي هو الحكم المساعد رقم واحد حكم منطقه اسكندريه كان قرار صحيح وائل من الحكام الكبار ادى مباراه النهارده هو وحسن رمضان من منطقه بني سويف الاثنين المساعدين النهارده كانوا على قدر كبير جدا من التميز في هذه المباراه. نشوف هنا الحاله ديت وانا جايب الحاله دي مهمه قوي قوي عشان نشوف هل هنا في مخالفه هنا بنشوف في اعتراض من بعض لاعبي نادي الداخليه هل في مخالفه تسبق الهدف هل في مخالفه هنا نشوف هنا محمد هاني هذه اللعبه وهنا ابراهيم محمد يقرب تقريبا ياردتين شوف بالمقارنه بالحاله الاولى اللي احنا قلنا فيها يستمر اللعب نشوف هنا ايضا هنا التنافس تنافس عادل الاثنين بيحطوا جسمهم في اللعبه وبالتالي هنا لا توجد مخالفه على محمد هاني كان قرار ابراهيم محمد باستمرار كان قرار صحيح وكمان النهارده كان محمود السوني على الفار اكد صحه القرار وبالتالي هنا هدف قفشه كان هدف صحيح. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه وانا هقف هنا عند ابراهيم، ابراهيم هنا بس. هنا كابتن دايما حارس المرمى لما بيستحوذ على الكره كان بيبقى عنده امكانيه النهارده يعمل هجوم واعد. بنشوف هنا دي هجمه للداخليه في اكثر من لاعب موجودين في التشبير هنا عنده امكانيه ان هو يلعب لاي زميل ليه في الملعب يعمل هجوم واحد انا كان هنا في حاله اسمها شد هنا تعطيل اللعب كان يجب انذار هنا لاعب الداخليه لتعطيل اللعب لان هنا كان في عندنا امكانيه يكون في هجمه للاعبي النادي الاهلي في هذه الحاله نروح للحاله اللي بعد كده خلاص هنا احنا قلنا هنا في انذار هنا انذار مستحق
هقف بس هرجع تاني تسامحني للعبه وقرار الحكم بس هقف شويه. هنا كنت بنتكلم على احيانا الحكم بيروح في المكان الصحيح، واحيانا اللعب بيخدمه اللعب هو اللي بيروح له في المكان الصحيح. شوف يعني بكلم في حاجتين مهمين جدا، ممكن الحكم في هذه الحاله يبقى متطرف ناحيه يمين او شمال، لكن هنا ابراهيم محمد تمركز ولا اروع، قرار حاسم بياخد القرار قرار صحيح باحتساب مخالفه ركله جزاء على النادي الاهلي. خلي بالك وهنا بنقول واحنا في استوديو النادي الاهلي بنقول ان هنا في ركله جزاء على النادي الاهلي، هنشوف تفاصيلها يا كابتن بالزبط. ايمن واحده واحده، وهل المخالفه صحيحه وهل كان قرار الفار اكد على صحه المخالفه ولا لا؟ هنمشي عندنا اكتر من زاويه. اولا انا عندي هنا ابراهيم محمد واقف في تمركز صحيح، هنا شوف ادي زاويه ونشوف هنا العرقله بس بالقدم اليمنى. بس الزاويه دي يا كابتن باين ان رجل يسرى على الارض. انا جاي يعني ماشي. انا جاي باكتر من زاويه ماشي. واحنا هنا عندنا دايما عندنا المصداقيه يا كابتن ايمن، ونشوف الحاله اللي جاي. هنا نشوف بقى هنا بس هنا بنقول كابتن ايمن فوت اون فوت، هنا في دهس. ننزل تاني كده، هنا رجل لاعب داخليا نزلت على الارض، وهنا شفنا لاعب النادي الاهلي هنا هو اللي بينزل على رجل الحذاء، وبالتالي هنا المخالفه كانت موجوده، قرار صحيح باحتساب مخالفه ركله الجزاء. وهنا محمود السني اكد على صحه القرار. انا هنا يميز القرار ايه يا كابتن؟ هنا يميز القرار قناعات اللاعبين، ما حدش حتى كمان اعترض. دي نمره واحد. نمره اتنين تمركز الحكم كان تمركز ولا اروع في هذه الحاله، فانا شايف ان هنا كان قرار صحيح والفار اكد على صحه قرار. وخد قرار هو راح للمنطقه بنفسه ده اللي انا بقول، هو خد قرار يا كابتن ماهر عارف ليه؟ لان هو كان في موقف سليم جدا جدا جدا. هو شاف تفاصيل اللعبه، كان تركيزه عالي قوي قوي قوي، وبالتالي لما خد القرار حتى ما ترددش فيه والفار اكد فيه. بنقول النهارده ابراهيم محمد النهارده لحد دلوقتي ماشي 10 على 10، ما عندوش اي مخالفات يا كابتن ايمن. انا بقول النهارده عنوان المباراه اختبارات الحكام داخل مناطق الجزاء. شوف الحاله بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا قد يرى البعض ان هنا في مخالفه ضد رضا سليم. شوفوا هنا حكم هنا امر باستمرار اللعب. طيب نرجع للحاله ونشوف تفاصيلها معانا، هل في مخالفه من مدافع الداخليه او من لاعب الداخليه في هذه الحاله؟ نشوف هنا فعلا رضا سليم نجح في لعب الكره، ولكن هنا نشوف هنا القدم هنا لاعب داخليه، نشوف هي نزلت على الارض، وهنا رضا سليم هو اللي يعني وقف او هو كش شويه، وبالتالي هنا ما كانش في مخالفه هنا في هذه الحاله، وكان قرار الحكم نقطه. لو شوف لو الحكم نزلت على رجله يا كابتن زي اللي فاتت شوف. كان بالظبط كده لو في تلامس اي هنا اي خطا باهمال هنا لو في قدم ابو التلامس اللي فوق ده في قدم هنا مفيش واضحه كابتن عادل، هنا مفيش مخالفه. لا التلامس بيتهيألي في الشراب. لا يا كابتن انا مش متهيألي، انا هنا في الحاله مفيش هنا مخالفه، وهنا القرار قرار صحيح من الحكم، تمركز الحكم واللاعب هو لو كمل كان ممكن يبقى فيه. طب انا شايف ان في لمسه، بص هاتها تاني وشوفها. احنا اتكلمنا في معيار الحكم في البدايه وقلنا ان الحكم بيسمح باستمرار اللعب في التنافس. هنا شكل اللعب شكل اللعب مهم، ولكن هنا انا شايف ان مفيش مخالفه، مفيش تلامس اصلا من مدافع الداخليه، قرار الحكم هنا كان قرار صحيح باستمرار اللعب. تاني هنا بنشوف يا كابتن عادل تاني عشان ناكد بس اهي دي بقى مفيش ما هي دي فين الرجل فين التلامس يا كابتن؟ في فين التلامس؟ نزلت على الارض. لا اللي فوق ايوه اللي فوق، ما فين ما هو اللي فوق يا كابتن هنا سؤال في لمس. لو في تلامس هنا لا لمس لا ما فيش تلامس يا كابتن، انا هنا شايف من وجهه نظري ان هنا القرار صحيح ما فيش تلامس، وهنا لو كان في تلامس كان الفار كان استدعى الحكم في هذه الحاله. القرار صحيح. الحاله بعد كده نشوف هنا حاله من الحالات المهمه، وهنا على طول هنا ما ترددش الحكم، وهنا محضر قراره مخالفه المسك، وبالتالي هنا ادى انذار كابتن اسامه، هنا في انذار صحيح للاعب نادي الداخليه نتيجه المسك، قرار صحيح ومعيار واحد في احتساب المخالفات. الحاله اللي بعد كده نشوف هنا انا جايب اللعبه ديت مهمه قوي قوي، وبنشوف هنا الهدف، هدف هنا هل في لاعب في موقف تسلل؟ هل في حاجه قبل الهدف؟ هدف سليم 100%. بقول في النهايه الاهلي كسب 2-1. مباراه النهارده كابتن ماهر اختبارات الصندوق للحكم نجح فيها بكل صح. المقاييس، حكم صغير، التحكيم كله النهارده بامانه كان تحكيم جيد. بقول مبروك للحكم النهارده على هذه المباراه الصعبه يا كابتن ايمن، صعبه جدا جدا. خلي بالك توفيق ربنا سبحانه وتعالى وفقه مع اجتهاده
طلعت المباراه بهذا الشكل. نتمنى نتمنى اي حكم صاعد او واعد يا كابتن ماهر ياخد الفرصه يمسك بايده ويهتم فيها. نتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه يكون التحكيم على مستوى عالي ويحقق العداله بين الفريقين يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. شكرا كابتن. الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة رقم 12 الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1 وتقدمه للمركز الثاني ومطاردته للبيراميدز على قمة الترتيب. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق المباريات القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن ماهر همام شرفتني يا كابتن. شكرا كابتن. شكرا كابتن. شكرا كابتن أسامة عربي. شكرا كابتن. شكرا يا عم، الله يخليك. كابتن شريف عبد المنعم شكرك، شرفتنا. شكرك كابتن عادل عبد الرحمن. شكرك كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى ورقه حيه.